بيه شغال عنده ومسحول معاه بيكتب له مرفعات بتاعته ليل نهار. عبد الرحيم القناوي. قول يا كريم. اتفضل. انت تعرفت فين المناديل؟ اتفضل. انت تعرفت على ساره امتى؟ ساره اعرفها بعد ما اتخرجت كده بكام سنه. واللي عرفك عليها احمد قاسم مش كده؟ اه مظبوط صح. ده هي قالت لك؟ احتمال. بس انا احب اسمع منك. ابدا. انا في مره كنت خارج انا واحمد قاسم. اهلا يا بيه. شرفت. ساعة مستنيك. في ايه؟ ابويا خلاص هيسوحنا معاه. حصل حاجة تاني في موضوع الأرض؟ ولا هيتنيل يحصل أي حاجة. حد يرفع قضية على الحكومة وعايز ياخد حقه ولا باطل؟ أنت عبيط. أنت عايزه يعمل إيه يعني؟ يسيب حقه؟ ما دي حتة الأرض اللي حيلته. وبعدين أنا من ساعة معرفتك من 20 سنة وأنا بسمع عن المشكلة دي. أنا ما قلتش يسيب حقه. بس برضه ما ينفعش يرمي الفلوس اللي حيلتنا يمين وشمال على المحاميين. إحنا خلاص بنجيب آخرنا، مفيش مليم. كل يا معلم اهدى اهدى. يبقى احنا خارجين نتفسح بقى ونهيص، مش هنقلبها نكد. نطلع على الزمالك ولا نطلع على العيال؟ لا ده ولا ده، ايه طالع الرز؟ الو ايه بقى يا مزه؟ لا كنت عامله سايلنت ما سمعتوش. انت فين؟ حلو ده، انا جاي في السكه. اطلع على سقاره. ايه بقى في سقاره؟ اطلع بس هقول لك في السكه. ايه يا عم انت نشفت مطرحك ولا ايه؟ لا يا عم انا واقف عادي. عجبك؟ هي إيه مين دي؟ اخلص يا عم اللتات. عجبك ساره؟ هي اسمها ساره؟ ايوه يا روحي اسمها ساره. وما تغلاش على وشك السمح ده. طيب لا يا معلم بقول لك ايه؟ احنا طول عمرنا اخوات يعني مفيش بينا الكلام ده، فلو عينك منها هخلع انا يعني. خدامك احمد قاسم، ما بروحش الكنيسه من حد. يعني سارة جبريل عبد الشهيد. ايه بقى؟ لا ما دام جبريل عبد الشهيد يبقى اخلع انت. اخلع؟ لا استنى، امال مين اللي هيعرفني عليها؟ مش كده؟ اه يلا بينا. هو كده فعلا والله. ايه يا اكس؟ انت جاي تقعد معانا ولا مع صاحبك؟ لا انا جاي اقعد صاحبي معانا، ده الجديد بقى. رحت كده تمام؟ انت ماشي ولا ايه؟ طبعا. يا عوض فين الخيل الجامد اللي عندك؟ طب ما تستنى يا ابني شويه. انت شكلكوا اصحاب من زمان صح؟ وشي في وشه من ابتدائي. انا حاسه زي ما اكون اعرفك من حته. شكلك مش غريب عليا بس مش عارفه منين. طيب انا اقوم اشرب حاجه. لا مؤاخذه. اه بس يعني دي تعتبر بدايه كويسه. بدايه لايه؟ لا يعني انت بتكوني ما شفتنيش قبل كده بس حاسه انك شفتيني، فده مؤشر كويس يعني. شكرا يا فندم. السلام عليكم. انا اذن حضرتي. انت مستعجل ليه؟ استنى شويه اقعد. خير؟ كل خير. عايزين نتكلم مع بعض شويه. اه تحت امرك. تاخد سيجاره؟ لا شكرا انا ما بشربش. ما بتشربش؟ لا. امال بتعمل ايه في حياتك؟ يا فندم؟ بتعمل ايه في حياتك؟ معظم الشباب اللي في سنك ما وراهمش اي حاجه غير ان هم يحرقوا في سجاير. عارف؟ شركة الدخان بتنتج في اليوم الواحد 2 مليون علبة سجاير، والعلبة فيها 20 سيجارة، يعني 40 مليون. ياه 40 مليون سيجارة؟ الحمد لله أنا عمري ما حاططها في بقي. محمد أنا ما عنديش غير مريض. حقيقة يعني أنا مش في سن والدك ولا عمك عشان أكلمك بطريقتهم، عشان كده هكلمك راجل لراجل. أنا مريم كلمتني عنك كتير قوي. وبعدين إحنا صعايدة. ولما سيرة راجل غريب تيجي على لسان بنت من بناتنا لازم نعرف فيه إيه. ولا أنت إيه رأيك؟ صح. حضرتك بتتكلم صح. مظبوط. على فكرة يا دكتور زي ما حضرتك ما عندكش غير مريم أنا كمان أقسم لك بالله عمري ما عرفت بنت غيرها. وأكيد أكيد مش هرضى لها إنها تبقى محرجة قدام حضرتك أو قدام أي حد في بيتها. وإذا كنت حضرتك بتسألني عن إحساسي ناحيتها أنا أهو قدام حضرتك. على الأقل على الأقل ما بحاولش أشرب سيجارة من 40 مليون. محمد يا ريت تركز في كليتك عشان تعرف أنت عايز إيه.
انا لما كنت سنك كنت حاسس ان انا عايش في متاهه، كنتش عارف اتصرف ازاي. لكن انتوا بقى ربنا يكون في عونكم، المتاهه كبرت والشباب اللي زيك ما لهمش مكان غير النواصي والاكشاك. بس يعني انا شايف انك ابن الناس، ربنا يوفقك. متشكر جدا ليك يا دكتور على الكلام الحلو ده. على اذن حضرتك، مع السلامه محمد، والبقاء لي مره ثانيه. ونعم بالله، نشوفك بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. انت يا ابني هات اللي عندك. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا محمد. ايه رايح الكلية؟ انا هتكل على الله دلوقتي. حضرتك تأمرني بحاجة قبل ما امشي؟ لا 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 متشكر حبيبي، خلي بالك من نفسك. حاضر. مالك يا بابا، في ايه؟ انا ماما قالت لي ان حضرتك رحت للضابط ده امبارح بالليل. ايوه رحت له، رحت له، مفيش حاجه، ما تقلقش. انا بس زعلان من الكلام اللي مكتوب عن اخوك النهارده في الجورنال. كلام فارغ ملوش معنى خالص. معرفش يجيبوا الكلام ده منين، اوعى تصدق الكلام ده عن اخوك. اخوك ما كانش مجرم ولا تاجر مخدرات. هي ماما قرأت الجرايد دي؟ لا. ماما عند طنط سماح في شقتها. بس انا هتصرف يعني. هقولها بطريقتي. يمكن ما تقراش الخبر خالص. بس على فكره ما تنساش تعدي على التوكيل او تتصل بيهم، خليهم ياخدوا الموتوسيكل اللي مركون تحت. ما تخبيش عليك يا ابني الفلوس اللي سابها اخوك قربت تخلص. حاضر. انا هبقى اتصل بالتوكيل وانا رايح الجامعه. على اذن حضرتك. مع السلامه حبيبي. مع السلامه. ما تهدي شويه. في ايه يا حسن مالك؟ في ايه؟ مش شايفه بترقصي ازاي؟ ما تلمي نفسك. عادي سكرانه شويه. لا سكرانه، تعالي فوق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صافي ايه؟ يا عم انت مالك انت؟ يا عم مالك؟ تعال هنا يا جدع. قول لي عملتك ايه عشان افهم. يا ابني مش لازم تفهم، انت كل حاجه تعمل فيها المخ. فكك من الجو ده عليا. ايه ده الكلام ده؟ انت ضارب حاجه ولا لا؟ انا فايق قوي، فايق وفاهمك وفاهم كل الناس اللي حوالينا دول. يا ياسر ابعد عني. بقول لك خليها تنفعك، تروح بقى انتقم من ابوها من اللي عمله فيك انت وابوك. مالكش دعوه بابويا. بقول لك ايه؟ لو جبت سيره ابويا تاني انا هقطع لك لسانك. انت سامع؟ ماشي يا عم الاكس. ماشي يا بنت الطرابيلي. خلاص يا عم انت مالك انت كمان؟ انت مالك؟ روح شوف شغلك. روح. بس يا كون كان من اول الدور. كون كان ايه يا هطل؟ احنا بنلعب استيميشن. ايه ده؟ فعلا؟ محدش قال لي. قلنا يا عم وانت سرحان. وبعدين احنا عمرنا ما لعبنا كونكان اساسا. فعلا. بقول لكم يا جدعان معلش، هو مين اللي مفرق الورق ده؟ مستر ماكس. لا انا داكك. استنى وريني حالتها ورقك. ايه ده؟ انت بتخوننا يا قاسم؟ لا عشان اخد البركه بس. خد يا حبيبي البركه. دور 12 كارت، فين ال 13؟ كمان عدد غلط. فين هذا الكارت بتاع تستعبط؟ انت حرامي. لا 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 احنا نعيد الاسات. انا سبيد وهارت. وادي التريفل. معاك يا طارق؟ انا معيش ولا اس اساسا. حلو. اطلع يا خفاش بالكارو. كارو؟ كارو ايه؟ كارو الاحمر ده. انت هتندهش ولا ايه؟ طلع. ما مش هينفع كده يا جدعان، انا كل مره كوز. ماما انا عمايلك السودا، شوف كنت مع مين قبل ما تيجي وبتعمل ايه؟ ما حدش يجيب لي سيره العمايل السودا دي خالص النهارده. اللي عامل ابويا في الشركه. امسك. بنت معلم اسمها وداد عندنا في الشركه بتشتغل، ماشي؟ قفشها ابويا مع الواد الراجل، الواد الامن اللي واقف تحت. رفعوا 1000 سيف يمشيها، البت مزه مشاها وقفش عليا انا. طب انا ذنبي ايه؟ عشان عارف مش هتطلع من ايدك. انا بقول لك ايه كريم مؤدب، انت ابليس. انا قول له ده بيتكلم عن سمعتي. بقول لك ايه يا سمعتي، خدت رقم البت وداد ولا لا؟ لا لا لا، رقم ايه يا كريم مؤدب؟ ما يعملش حاجه زي كده ابدا ابدا. خدت رقمها ايه يا حسام؟ انت اتجننت؟ انا اديتها عنوان البيت هنا وجايه هي واتنين صاحباتها. قشط عليك ايه وزفت ايه؟ البيت نظيف وقفت طول عمره نظيف، مفيش ولا اسبوع تيجي هنا. انت صح يا طارق. هتخش انت الاول. بتقول ايه؟ هتخش انت الاول. واذا كان كده يعني ماشي. الله يخرب بيتك يا طارق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا محمد.
بقاء الله يا ابو حميد. حسام ونعم بال... شريك اخوك الله يرحمه صح؟ اه اهلا وسهلا. انت بقى اللي بيدور عليه؟ ايوه محمد انا اللي بيدور عليه. انا عايزك تسمعني كويس. اخوك الله يرحمه كان شريك في الكامب، النهارده جاي ارجع نصيبه قبل ما اسافر. دول 60,000 جنيه، اكيد نصيبه اكبر من كده بكتير، بس الظروف اللي حصلت والكامب اللي اتشمع دي الفلوس اللي قدرت اتلم عليها. احنا مش هناخد الفلوس دي. ليه حضرتك؟ مش هناخدها لما نعرف ايه اللي حصل. استاذ حسام حضرتك جاي هنا ليه؟ انا جاي عشان ارجع حق احمد. انا هكلم البوليس. ما تكلمش حد يا محمد، استنى لو سمحت. ليه ما يكلمش حد؟ لازم يبلغ. حضرتك اكيد فاهم الموضوع غلط. انا عمري ما كنت افكر يا احمد، ما اعرفش حاجه عن المخدرات، ما اعرفش حاجه عن موضوع البوليس اللي كان ماشي وراه، واحمد اصلا ملوش دعوه بالموضوع. امال مين اللي له دعوه؟ مين؟ ما اعرفش، اقسم لك بالله انا ما اعرف، ولو كنت اعرف كنت انا اللي وقفت بنفسي. عشان كده انت هربان. لا يا محمد انا هربان عشان ما يحصلش فيها اللي حصل لاخوك. على فكره انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انا شفت صورك مع احمد اخويا الله يرحمه، وانا بقى اللي عايز احلف لك ان انا عارف اخويا كويس قوي. احمد اخويا كان لا يمكن يتصور مع حد وهو مبسوط الا اذا كان صاحبه قوي وبيحبه، بس الظاهر ان هو اتخدع فيه. لو كان عارف انك هتخدعه كانش بقى صاحبك. معلش قول انت عايز تقوله، بس بكره الايام تثبت لك ان انا مش وحش. انت يمكن انت ما تعرفنيش كويس، ويمكن دي اخر مره نتقابل فيها، بس انا اعرفك كويس قوي. كنت بسمع عنك كل يوم بأمارة البنوته الحلوه اللي كانت معاك في الدفعه مريم، مش كده؟ عمي بعد اذنك انا عايزك تصدقني، الفلوس دي حلال ومن حقكم. حقنا في ايه يا ابني؟ حقنا في ايه؟ اكون فاهم ان انا مش عارف انتوا كنتوا مشاركين مين وبتعملوا ايه. خد يا ابني فلوسك معاك، انت محتاج لها دلوقتي اكتر مننا. استاذ طارق خير؟ انا جاي عشان حسام. لا لا انت هتستنى لما يتعرض على النيابه. احضر معاك. اوعدك اني مش هتدخل في اي حاجه، صدقني مش هتدخل في اي حاجه، بس لازم اكون مع حسام زي اخويا. ماشي اتفضل. ازيك يا حسام؟ اقعد. ازيك يا طارق؟ فيك شو يا جدع؟ نبتدي منين؟ والله يا باشا زي ما حضرتك تحب يعني، انا من ايدك دي لايدك دي سعادتك. عرفت احمد قاسم ازاي؟ انا اقول لك يا باشا. يا مسهل يا رب، اصطبحنا اصطبح الملك الله. سبح باسم الله، سبح باسم الله. يا نسا يا نسا يا اختي يا عزه، سبح باسم الله. اتفضل يا نجم. حسن المسلم، حسن المسلم يا بيه، حسن المسلم بخور زي العسل من ايران. بص يا نجم. اتفضل يا باشا اتفضل. استفتحونا يا جدعان، سبح باسم الله. عمر يا نجم كم السبحه دي؟ دي ب 15 جنيه. كم؟ 15 جنيه يعني. لا انا عايز واحده بس. ما هي بس ب 15 جنيه. ده اللي قبلك قال لي بخمسه ومشيته في التاني. ما انا اتحداك بقى لو لقيت الشغل عند اي حد. اصل الفتله دي من افغانستان والخرز من فيتنام. قشطه عليك يا نجم. طب خمسة جنيه دي عشان خاطر السبحه، وال10 دي بقى عشان بتنام ما تزعلش. قشطه عليك. والسبحه دي بقى من اخوك حسام. سبح باسم الله. اتفضل يا نجم سبح باسم الله. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. قوم يا اقصى احنا معاك، مالنا كل ولادنا في داك. قوم يا اقصى احنا معاك، مالنا كل ولادنا في داك. ايه في ايه؟ تعالى معايا هخلص وجيلك. ما ينفعش يا طارق، الضابط ده جديد ومش عايزين مشاكل. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. في ايه؟ ما ينفعش يا طارق، ما تجيبليش الكلام ده، ضابط جديد ومش عايزين مشاكل. حاضر يا عم صابر. يلا معايا. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. 20 جنيه في الشريط عمرو خالد ليه؟ انت امال انت بتجيبي عمرو دياب بكام؟ عمرو ايه؟
عمرو دياب، بعدين ده الشيط تملي مع ده الشيط التوبه الاستاذ عمرو خالد. يا سلام، وحضرتك بقى من انهي نشاط في الاسره يا اخ؟ انا من نشاط على الله. بقول لك ايه يا اخت، هتشتري اشتري، مش اشتري بقى ما تعطلناش وتتكل على الله. معطلك عن السرقه اللي حضرتك شغال فيها طبعا. يا فتاه علي مرزاه كريم، في حاجه يا اخت ريم؟ الاستاذ ده بينصب علينا وبيبيع الشرايط اغلى من ثمنها، فين امين الاسره بقى؟ انت ايه يا اخ، دخلت وسطنا وسبناك وقلنا الرزق على الله، لكن كمان بتسرق. وسطكم ايه يا شيخ الشيوخ؟ يا نهار دي اشترت الجنينه ولا ايه؟ بعدين اختي لسه واقفه بتفاصل ومش هزعلها، بعدين انت جاي هنا على ايه اساس؟ على اساس اني شفتك وانت بتبيع السبحه من 5 جنيه ب 15. ده انت واقف هناك بقلم ودني يا اخي، انت يا ربنا في شعر دانك. عليا النعمه ايدك دي لو اتمدت تاني لقطعها لك. تقطعها لي هتقيم عليا حد ولا ايه؟ ايه ده حسام في ايه؟ معلش يا جماعه، هو الشيطان دخل ما بينكم بس. والله العظيم اقسم بالله لعلمك الادب، لولا ان احنا في جامع محروم لكنت علمتك الادب. يلا يا عم المرحوم. ايه ده؟ ايه يا اخي، كل حاجه عايز تخنصر فيها يا عم؟ دي على افواقه، عايز طلعني من الكفار. بقول لك يا باشا، وجع دماغي، لم الحاجه دي يلا بينا. دي مش حاجتي. مش ايه؟ مش حاجتي. مش حاجتك صح. يا جماعه الراجل ده حرامي ونصاب. انت حرامي اسكت يا عم طارق. حرامي يا طارق. اهدى، الراجل ده حرامي وهيروح للظابط يا طارق. ايه اطلع معاه. انا وديني الظابط. يلا حرامي انا، اجري يلا. معلش انا يا باشا، بالعقل وبالراحه كده. لو انا دلوقتي الشيكي تاجر زلط وانا ما اعرفش ان هو تاجر زلط، تحاسبوني انا على الزلط بتاعه ليه؟ عشان لقينا الزلط ده في الشركه بتاعتكم. كام بتاعك انت واحمد قاسم؟ انت واحمد قاسم اتخانقتوا سبب فرح الطرابيلي ليله الحادثه. عايز اتقال كده في التحقيق. وفي الخناقه انت قلت لاحمد قاسم انه بينتقم في فرح من ابوها على اللي عمله مع صلاح قاسم الارض يعني. يا باشا دي كانت لحظة نرفزة بين صحاب مش أكتر يعني. النرفزة بتطلع اللي جواه. وقال لك نرفزة. استنى يا طارق. باشا، أحمد قاسم ما كانش يعرف إن محمود الطرابيل هو اللي عمل في أبوه كده. وساعة ما عرف فرح كانت بتيجي المكان كتير قوي. حتى ساعتها خد فرح وراه على الموتوسيكل عشان يوديها لأبوها مصر. ده لو واحد عايز يأذيها يا باشا، كان هيعمل معاها كده. لا 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 يا حسام، لا أنت غلطان. أحمد قاسم ما خدش فرح وراه ونزل مصر على طول. أحمد قاسم راح الأول دهب عشان يشوف التاجر، عشان بضاعة. نجرو، تعرفه. يعرفوا منين بس يا باشا؟ هو نجرو ده قال لك ان هو اتعامل معاه؟ يعرفوا، هو يعرفوا. هو قال لي ان احمد قاسم وحسام مش ممكن اي حد فيهم يعمل اي حاجه الا لما يبقى التاني عارفها وكفايه سجاير. باشا انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، انا زي اي حد، واتفاجئت بموضوع الكوكايين، واخر حاجه تخيلها ان احمد قاسم ممكن يعمل كده. هتقول لي اثبت بقى، هقول لك ما اعرفش. هتقول لي متاكد، هقول لك برضه ما اعرفش يا باشا. بقول لك يا ياسر، انا هاخد حسام ونروح نقعد على اي قهوه. قهوه ايه يا جدع انت؟ انا لابس متشاكش قعدنا على قهوه في الشارع، انت اتجننت ولا ايه؟ ايه يا جدع انت الجو ده؟ دول اصحابي زي ما انتوا اصحاب، ما تبقاش ضايق كده. بس وجلا في ايه؟ في ايه؟ انا رايح اشوف الجيبه دي ظروفها ايه. جيبه ايه؟ بيقول لك جيبه يا عم. جيبه ايه بس؟ يا عم انت زي الفل على النعمه، والله انت انضف من ثلاث ارباع الناس اللي جوه. ايوه بس الربع اللي فاضل ما يقبلش الاسم على اللي مش لونه هيكسب. بقول لك ايه؟ لو شلنا اللمعه اللي في خلقنا وقلعنا الهدوم اللي علينا، مفيش حد هيفرق عن التاني. وبعدين في مقوله شهيره بتقول لك بعد الساعه 1 بالليل كل الناس بتبقى شبه بعض. خد بالك اهو، اتفضل صاحبك هيفضح، اتفضل خده وروح. يلا يا عم. يا جدع يلا. ايه بقى يا بشر؟ احب اعرفكم طارق صاحبي وحبيبي. كريم عامل ايه؟ ليلى. ازيك يا ليلى؟ فرح وخالد الكينج. وخالد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا محمود. عايزين ترابيزه ثانيه. حسام، حسام إيه؟ تعالى جوين. اصبر، ده حسام المصري صاحبي برضو بس بايظ. تعالى يا حسام. يا عم اصبر يا عم، تعالى اعرفك على الناس. مين ده؟ مساء الفل يا شباب. فرح. اهلا. خالد برضو. برضو خالد يا عم. خالد مش موجود. كريم. مساء الفل. وليلى. يلا حوده. لا لا ايه يا فرصه؟ حسام ما جاش على هواكي ولا ايه؟ لا مخصص. طب طالما احنا حلوين كده وبنعرف نهزر، حد فيكم حلو يروح يجيب اللحمه من الثلاجه. ايه يا عم شغل الجيش ده؟ ما تطلع طبنجه وتثبتنا احسن. بقول لكم ايه، ولا طبنجات ولا دبابات، انا هروح مع الحص. ومين قال لك بقى حلويات الحص عايز يروح معاكي في حته؟ تكلي من هنا ده اكيد. طب اكس فين الثلاجه؟ استنى انت اكس، انا وريها الثلاجه. يلا. انا كويس كويس كويس. ايه ونيلت ايه بس؟ انت لو وقعت على خرتيت ما كانش هيبقى منظرك كده. انا عايزني اركبك موتوسيكلات. ايه بقى؟ قابلني لو ركبتك. بقول لك ايه؟ في ايه؟ في ايه؟
مفيش غير انا وانت في الثلاجه هنا في المطبخ. جرى ايه يا سيد؟ ستي تشوفنا يا سيد مش كده؟ طب تعالي اقول لك حاجه. قول يا حسام، انت قابلت محمود الطرابيلي قبل كده؟ يا باشا قابلته مره، مره واحده مع فرح بس كده. معلش مش فاهم السؤال. افهمك، تاريخك كله قدامي يا حسام، السجاير دي بتاعتك. يا باشا اتفضل اتفضل. ما يصحش يا باشا اتفضل. حسام المصري ما عندوش بس كده، خصوصا مع واحد زي محمود الطرابيلي. ايه اللي بينك وبين محمود الطرابيلي؟ فرح يا باشا. اللي بيني وبين محمود الطرابيلي فرحه بس. ايوه امبارح بالليل الضابط شريف بيحقق معاه دلوقتي، وكلها كام ساعه يرحلوه على النيابه في البحر الاحمر. عبد الرحيم بقول لك ايه، هو ممكن يقول علينا؟ ما تقاليش، حسام المصري مش حمار وانت عارفه كويس. ودي فيها حمار وبغلي يا عبد الرحيم، ما اكيد هيدعبسه وراه هيقر ويقول. من معرفتي بحسام مش ممكن يبيعنا الا لو في ثمن. يا ابن اللئيمه يا حسام، حبس نفسه عند المباحث عشان يساومني، خايف لاذيه. عايز الموضوع يفضل في الدرع. وكل حال دي كلها افتراضات. هو لغايه دلوقتي ما نطقش. بقول لك ايه، انا عايزك تقف معاه، تقف جنبه باي طريقه، سافر معاه النيابه قول له ان انا بعتك معاه، انا هوقفك معاه في القضيه. بس بقى عايزك تقول له ان لو جاب سيره فرح باي كلمه في موضوع المخدرات مش هرحمه، لا هو ولا اللي يتشدد له مهما كان. كان احسن مثال فينا كلنا. لما حصل موضوع بيته وابوه والقضيه ما فرحتش فيه؟ لا طبعا، افرح ازاي؟ ربنا اللي يعلم انا كنت في ايه وقتها. انا حتى حاولت انبهه انه ممكن يخسر القضيه، وقلت له كمان ان في تراضي، تراضي ممكن يحصل، بس هو ما صدقنيش. تراضي ايه؟ غناوي هو اللي كان ماسك قضيه صالح ياسر. ايه يا ابني الجو ده؟ ما تطلع يا معلم، الوقت متاخر وانا مش عايز اعمل لك اي ازعاج. ازعاج يالا، انت اخويا يالا، تعالى اسمعني بس يا اسم، انا عايزك في حاجه مهمه. خير اسم؟ انت كنت تعرف ان القناوي هو اللي ماسك قضيه ابوك؟ ولا عندي اي فكره. طيب القناوي بعتني عشان اتكلم معاك، بيقول ان ابوك رفض اي تراضي قصاد انه يتنازل عن الارض. تراضي من مين؟ انا ما اعرفش اي حاجه، ما اعرفش القناوي دماغه فيها ايه او حتى عايز يعمل ايه. انا كل اللي اعرفه ان ابوك معروض عليه نص مليون جنيه، ومن الاخر كده يعني القناوي هو اللي شايف ان ده في مصلحتكم يا معلم، بدل ما تخسروا كل حاجه. انا عارف ابويا كويس يا طارق، ابويا مش هيسلم غير ورده معاه، وجيت للحق بقى هو ده الصح، ده حق. محدش قال حاجه يا ياسر، بس الناس دي واصله وناس مهمه في البلد، فانا شايف يعني ان ده في مصلحتكم يعني. وانت ايه اللي حشرك في مصلحتنا اساسا؟ بدل ما تقول الكلام ده وانت واقف في صفنا جاي تقوله من طرف القناوي اللي مشغلك؟ عيب عليك يا طارق، ده لسه قايل عليك اخويا. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه يا طارق. ما سمعتش حاجه. براتي تكلمني تقول لي اعلان بايظ وتقرفني، ماله الاعلان فيه ايه؟ انا مش جايبك عشان اعلان يا كريم. امال عشان ايه؟ في ايه يا جامايكا؟ الفيديو ده جالي من يومين. الفيديو ايه؟ الناس دي مفيش في قلبها رحمة ولا ايه؟ مش هيبطلوا الحركة ده اسم؟ Oh.
موتوه، موتوا قاسم. المتهم بضمان محل إقامته. العنوان اللي على البطاقة ده في اسكندرية، أمال أنت قاعد عند مين في مصر يا حسين؟ أنا قاعد عند أم سعادتك، هناء عبد الفتاح السيد، 7 شارع النخيل في العجوزة. بضمان محل الإقامة المذكور. اتفضل يا أستاذ حسين. شكراً يا باشا. لما مؤاخذة أنا كان عندي استفسار صغير، أنا ينفع أرجع الكامب؟ الكامب مقفول ومتشمع، عاوز منه إيه؟ أبداً. بس وحشني مش أكتر. بس أنا فضلت سنين سعادتك أدور على مكان يلمني أنا وأمي وأصحابي ويبقى بيتي. والكامب ده دلوقتي بيتي يا فندم. عشان كده عمري ما أفكر أسيبه بالسهل أبداً. مش وقت يا أستاذ حسام الكلام ده، مش وقت. مع الأسف يا أستاذ حسام، الظاهر إن أحمد قاسم والأصحاب اللي أنت بتتكلم عنهم ما طلعوش أصحاب زي ما أنت فاكر. في حد غيرك شايف الفيديو ده؟ صاحبي اللي اداهوني وصاحبه التاني اللي صوره. أيا كان مين؟ أيا كان قول لي امسحه. يمسحوا؟ يمسحوا يعني ايه؟ مصر كلها لازم تشوف الفيديو ده. ما ينفعش يا صورة. لازم كل حاجة تاخد وقتها. لازم. لو يعني لو قدمنا الفيديو على كده هيقولوا اللي احنا اللي عاملينه واحنا اللي مفبركينه. انما لو فيديو واحد هنعرف نتصرف. ايوه يعني انت ناوي تتصرف ازاي؟ هقدم مذكرة للنيابة ضد الضباط والعساكر اللي كانوا معاهم. هنقلب عليهم الدنيا زي ما قلبوا الدنيا على قاسم. قالوا عليه تاجر مخدرات. ايوه بس انت عارف يعني فيديو زي ده لو وصل لاهله عارف هيجرى لهم ايه؟ امال انت عاوزه ايه؟ يسكت؟ ما قلتش يسكت. امال احنا جايين ليه؟ بس نتصرف بالعقل. عمي أنا في حاجة أوريها لك دلوقتي، بس أنا طالب منك إنك تمسك نفسك شوية لأنها مش سهلة. دي حاجة صعبة أوي أوي. ويا ريت يا ريت أنت سعاد ما تعرفش أي حاجة ولا حتى محمد. أنا ما قلتلوش. في إيه يا ابني؟ قلقتني. امسك عمي. إيه ده؟ ده احمد ابني ده. الله 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 الله. يا ولاد الكلب، يا ولاد يا ولاد ده هم اللي قتلوه. هم اللي قتلوه يا طارق. يا ابني الكلب الكفر الكفر. ودول بيعملوا ايه؟ ليه بيعملوا في ولاد الناس كده؟ الله 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 الله. عمي يا ابني الكلب هيحسوا بينا. يا ابني يا ابني احمد ابني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا آسف يا عمي، أنا آسف، أنا آسف إني وريتك حاجة زي كده. بس يا ابني بس. أنا وريتك الفيديو ده عشان تعرف أنا جاي لك ليه. فهمني يا عمي، فهمني. أفهمك إيه يا ابني؟ أفهم إنهم يقتلوا ابني ويرموه في الشارع كده. طب ليه؟ ليه؟ ليه يا ابني؟ عشان اثبت ان انا راجل عاجز ومش قادر اعمل اي حاجه. اروح فين واجيب منين يا رب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه بيعملوا في ولاد الناس كده؟ ليه؟ ليه يا ابني؟ ليه؟ ليه يا طارق؟ ليه؟ ليه يقتلوه؟ ليه يقتلوا صاحبك يا طارق؟ فهماني يا ابني، انا مش فاهم. عمي اديني فرصة ادافع عن احمد. فرصة واحدة. اديني فرصة يا عمي. انا محتاج توكيل منك بس يخليني المحامي عن احمد، وانا هرفع الموضوع للنائب العام وكل مجرم هياخد جزيته. حاضر يا ابني، هديك كل التوكيلات اللي انت عايزها. انا قضيت عمري في المحاكم ضد الحكام الفاسدة دول.
ايه يا كريم؟ دي البنت الصغيره اللي انا حكيت لك على مشكلتها، طفله يعني مش فاهمه حاجه. واللي مش فاهمه حاجه دي بترسمك انت وابوها ماسكين ايدين بعض ليه؟ بقول لك طفله، طفله مش فاهمه حاجه. والحبوب دي بتحبنيش؟ لا بحبك. طب مش عايز تخلفي مني ليه؟ مش عايزة تخلفي مني ليه؟ مش عايزة اخلف، انا حرة. مفيش حاجة اسمها انا حرة. انا حرة دي لما تكوني بتنقي فستان عشان تنزلي بيه، انما حياتنا مع بعض شركة، كل قرار ناخده مع بعض، شريكة حياتي وشريك حياتك، فاهمة ولا لا؟ حياتنا خلاص بقت شركة. ما تحوريش يا سارة، ما تحوريش عليا وتستعبطي. انتي فاهمة كلامي كويس، شركة يعني احنا الاتنين اخترنا بعض، احنا الاتنين بنحب بعض واتفقنا على كده ووافقنا على كده، واي قرار بناخده مع بعض، فاهمة؟ مش عايزة اخلف في البلد دي. انت مش شايف حواليك؟ مش شايف البلد ضلمة ازاي؟ ضلمة ايه؟ ضلمة ايه اللي عايشة احسن عيشة؟ عايشة في فيلا وراكبة احسن عربية وجوزك بيشتغل احسن شغلانة ومش عايزة تخلفي؟ امال الناس اللي عايشين في عشش وبيخلفوا بالستة وبالسبعة دول يقولوا ايه؟ انت اللي عايش احسن عيشة، شايف الدنيا من بره، انت عاجباك البلد دي عشان انت ما شفتهاش غير كده. طب تسيب يا طارق. لا مفيش داعي يا فندم، شكرا جدا. قول لي يا طارق، الفيديو ده جالك ازاي؟ واحد صاحبي بعته على التليفون. يعني الناس ابتدت تبعته لبعض؟ يا ريت نلحق قبل ما الناس تبتدي تبعته لبعض. سياده النائب العام يهتم بالمذكره دي شويه ويا ريت في اسرع وقت. ان شاء الله. بس انت عارف ان فيديو زي ده محتاج لجنه مراجعه، ومن لجنه المراجعه هيخش على لجنه فحص. سيادته لازم يتاكد الاول من صحه الموضوع والفيديو قبل ما ياخد اي قرار. طبعا طبعا، اكيد اكيد. بس قول لي يا متر، انا ملاحظ انك في الفتره الاخيره كده مهتم بقضايا الراي العام قوي، اخرهم محمود بتاع قروض السنهوري والفيديو ده. حكايتك ايه بقى؟ لا والله الفيديو ده حاجه تانية خالص. احمد قاسم صاحبي، كنا مع بعض في الجامعه دفعه واحده. بس انت عارف ان هو متهم في قضيه مخدرات؟ دي قضيه ودي قضيه، هو عشان متهم يعني يموت كده؟ ما حدش يحس بيه؟ ما ينفعش. ماشي يا طارق، ربنا معاك. انا هبلغك باللي بيحصل في الموضوع خطوه بخطوه. انا متاكد ان سيادته هيهتم بالموضوع، خصوصا انك بتقول انه منقول من تليفون لتليفون. شكرا على وقتك يا باشا. تشرفت. شكرا. يلا نلعب مرة تانية. يلا. ايه ده؟ هتلاقيهم النسوان. خد الكيمو، راح فين؟ انا اللي هفتح الوداد. الوداد بقت صاحبتك خلاص، افتح يا عم. غرجتك البلا. بقول لك ايه، خلوها، عايزك في مصلحة كده. يا عم انت مش قلت هتفتح الوداد؟ وداد حضرتك. معلش، ما هو طارق نفسه يفتح الوداد، افتح انت الوداد. ايوه صح، انا حاجز اول واحد، انا قايل لك حاجز اول واحد. راشد انت في مصلحة. عايزك في مشروع. ما تيجي نفتح قهوة. قهوة؟ على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ على اساس ان احنا قاعدين كلنا كده زي خيبتها، لا بنروح ولا بنيجي، وكل واحد بيحاول يقلب رزقه في حته ومش لاقي، نلاقي سوا. اه يا عم طارق، اهدى اهدى يا عم الحاج. ها لانك واجي لانك واجي. هو في كده؟ وانت يا عم بتفكر في ايه؟ هو كده خالد نشأت، اول من بدع البدع في مصر، هيعمل قهوه بلدي بس للناس الحلوه. انت عارف دي هتشتغل ازاي؟ هتشتغل ولا الشبكه اللي بتجمعنا كلنا. انا عجباني فكره ان احنا نعمل مشروع. اتفضل. اهو كريم سخن اهو كمان. يسخن مع نفسه يا عم، لو معاه فلوس يتكلم براحته. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ده انا غرقك فلوس. بقول لك ايه، مشروع انا وانت مع بعض اوكي، لكن ده يخش معانا انا مش عايزه. استنى بس، مين قال فلوس بس؟ يا عم انا مش عايز، خلاص تعالى اعمل قهوه ولا شاي يا عم. ولا يلا يا عم يلا. انا قاعد هتطول. يا جدع مين قال لك ان انت هتدفع فلوس ولا هو يدفع فلوس؟ احنا نعمل الليله دي كلها كده من اولها لاخرها بفلوس ناس ثانيه ما نعرفش اساميهم اساسا. ازاي؟ قلت لي ازاي؟ انت مش عندك حفله محمد علي الشهر اللي جاي؟ عندي. حلو قوي. الحفلة دي هتبقى اورينتال شعبي مصري اصلي اللي تسميه. المهم الجو بتاعها هيبقى كالتالي. المزيكا كلها شعبي. ازاي الرسم للحفلة؟ الجلابية، بوفاتك، شيشتك، كركديهك، حمص شامك، كله على الجو ده. حلو اللي بيتقال ده. قشطة. ولو حصل هتعمل ايه يعني؟ اقول لك برضو اعمل ايه. في وسط الدوشة دي كلها هتعمل لي لمبة صغيرة بس شيك، هتكتب عليها قهوة مصر. لما الناس تسألك هتقول لهم القهوة دي بتاعتي وهتفتح وهي الراعي الرسمي للحفلة. لما الاسم يبيع ويبدا يسمع والناس تاخد وتدي في الكلام، هتلاقي كل الناس اللي بتتعامل معاك من اول الكول لحد المناديل بيسالوك من اين لك هذه القهوه. هتنططط لهم على الترابيزه وتشعبط لهم على الحيطان وتتشقلب على الارض وتعمل شويتين بتوعك وتقول لهم ده مشروع السنين وان انت يا دوب عرفت تخش بنسبه صغيره. مش بس كده، هتروح لهم برسومات هيعملها لنا الاخ كريم، شويه ديزاينات على ديكورات على شويه صور من على النت،
وهتقول لهم الحقوا حطوا فلوسكم في المشروع التاريخي ده قبل ما الفرصه تفوت. لما يدونا الموافقه هندفع الايجار ونبتدي المشروع. يا ابن الياسين بتقول علينا الصبر؟ ده انت شيخ منصر يا جدع. شفت الموضوع سهل ازاي؟ شك الدبوس. مالك يا طارق مفرهد على روحك ليه؟ ما نمتش من امبارح، كنت في النيابه. نيابه ايه؟ اشمعنى؟ بقول لك يا ليلى، انا بقى عندي شك ان في حد ورا قضيه قاسم، حد لبسه قضيه المخدرات، مش بعيد يكون اتقتل. يعني اتقتل ليه؟ ازاي؟ دلوقتي ده شك مش اكتر. مين اللي ممكن يبقى ليه مصلحه انه يقتل قاسم؟ هو ده اللي بحاول اعرفه دلوقتي. بقول لك ايه، عايزه تفتكري معايا كويس، انت كنت مشاركه قاسم وفي بينكم مصالح وشغل، مين المستفيد في قضيه قاسم؟ مين؟ معرفش، يمكن الترابيلي. ترابيلي ايه؟ الترابيلي عامل كده في بنته؟ اعقليها. مالك؟ جابر المحاسب بتاعي من كام يوم جاب لي واحد غريب كده اسمه شوقي حسين. الراجل ده عايز يشاركني. طريقة كلامه كان فيها شوية لوي دراع، وبعدين في آخر الكلام لقيته بيقول لي إن قاسم اتكلم معاه واتفق معاه، وأنا متأكدة إن قاسم كان لو اتكلم مع واحد زي ده كان هيقول لي. طب وشوقي ده هددك بأي حاجة؟ لا معرفش، يعني كلامه كان عايم كده. وبعدين جابر من كتر ما هو كان قلقان ومصر إن أنا أقابله أنا شكيت في الموضوع. اسمهم ايه؟ معرفش، مجموعة الجمل ولا حاجة، عندي الورق بتاعهم. الجمل؟ اه الجمل، دي أكبر عيلة في مصر. طيب أنا هفضل وراهم لغاية ما أعرف في إيه. بقول لك يا لولا، لو شوقي ده كلمك تاني قبليه. أنا ما بحبش الناس دي يا طارق. معلش بقى، أحب وما أحبش قبليه لغاية ما نعرف هو عايز إيه بالظبط. طب بص يا جمايكا، طبعًا إحنا أصحاب، فأنا مش هحور عليك. أنا عايز أعرف موضوع الكوكايين، فلو تعرف حاجة عنه يا ريت تقول لي. الكلام ده ما يطلعش برانا يا كريم. تمام يا معلم، بس قول. من شهر كده قاسم دخل سقارة وما سلمش، فانا قلت اكيد ما شافنيش مثلا، بس لقيته شويه كده ماشي مع واحد اسمه محمد رجب، بيقولوا له يا مودي. وايه مودي ده كمان؟ عيل صايع كده بقى، عمه في الحزب الوطني ومجلس الشعب بقى انت فاهم، وعيلته متبريه منه اساسا، بس الاهم من كده ان هو بتاع بودره ونسوان كبيره تصرف عليه. طب وايه اللي يخلي قاسم يقف مع واد زي ده؟ ما اعرفش، بس لو قاسم كان قال مع الواد ده، الواد ده مش هيرحمه. قصدك ان هو اللي قتله؟ يا عم لا قتله ولا ما قتلوش، انا ما قلتش كده، انا قلت لك دماغك اصلا. فكك يا عم. طب بقول لك ايه؟ أنا طالبة معايا نطلع سقارة النهاردة، شغال؟ شغال يا معلم. طب يلا بينا. يلا. إيه رأيك يا باشا؟ مش عارف ماله، كان عصبي عليا أوي. والله يا باشا ده ما بيطلع إلا للغالي. والله أنا حبيته. ما تطلعوش لحد تاني بقى. عينين يا باشا. بس بطلعوه الصبح يجري في الطراحة عشان ما تجننش عليا كده. أمورني يا باشا. متشكرين يا نجم. تحت أمرك يا إكس. ها طمني، ظبطت؟ دي مجنونة يا معلم، دي بتقولي جواز. يا بنت اللذينة. هي قرت لك الكفه وعملتها فيك؟ قصدك ايه يعني؟ يا ابني ساره دي زي ما انت شايف كده، حلوه وشيك وبنت ناس على الاخر، تفتكر يعني ماشيه سنجل لحد دلوقتي ليه؟ ليه يا فالح؟ عشان يا روح قلبي دي ما ينفعش تصاحب ولا تمشي مع حد من ورا اهلها. فلما بصت لايديك الحلوين دول عرفت انك حلو ومز وشيك وتنفع عريس. فهمت يا مدهول؟ ايوه بس وش كده يا عم، محدش قال حاجه، هي كلتك دي بتنكشك بس، ما تبقاش ضايق كده. تعال. ايه يا عم انت فين؟ انا اهو. ايه بقى؟ لا خلاص انا جمايكا هيروحني. الجو ده ما انت عارف، ابويا وامي والبيت والزن. روح يا شيخ، الهي تتجوزي وتلاقي العريس اللي يستاهل. طب بقول لك ايه، احنا كده كده اصلا اخرنا ساعه هنا، فنقعد مع بعض وبعدين نمشي كلنا ولا ايه؟ ما تستعجلش، ما انا قلت لك هنقعد وشنا في وش بعض كتير. سلام يا اكس. سلام. سلام يا عريس. لا 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 لا، اتقل اتقل، انت عليك قلبت قلوب، اتغيرت. هو ده بقى محمد رجب اللي معاه دي مراته اسمها هناء باين حاجه كده. طب وانا اخش احور معاه ازاي؟ ده عمال تخش ولا تتنيل فيه، احنا مش اتفقنا؟ طب استنى، خد على راح فين يا عم. صباح الفل يا برنس مصر. برنس يا عم الجو ده، هو انا اعرفك؟ انا كريم، كريم جورج المخرج، اعلانات وحركات وبتاع. عمر يا مخرج، عايز ايه؟ انا صاحب احمد قاسم، صاحبه الانتيم يعني، مش اي كلام، وهو كان قايل ان هو يعرفك. طب وانت عايز ايه بقى بوافتك دي؟ وانا استاذنك بس في كلمه على جنب. يا واحد ما زي ما بقول لك بقى، مخرج والخيال لما بيقف محتاج تنشيط، وقالوا لي ان التنشيط عندك. تعرف انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي حالا؟ يا برنس عارف، بس زي ما تيجي تيجي، لان انا مش فارق معايا خالص. يعني ما اتكلمناش وسلام بقى يا
يا برنس. يلا خير ان شاء الله. باشمهندس انت راجل ليك اسمك في البلد، ليك مشاريع كبيره، ازاي قلبوا عليك كده فجاه؟ والله يعني مفيش بيني وبين اي حد اي حاجه الحقيقه، مفيش غير موضوع الارض اللي حضرتك عارفه، فايه اللي هيخليهم يقلبوا عليا يعني؟ الملكيه كرمتك في لندن ونفذت مشروع الوادي الجديد وليك مشاريع حتى في اسوان، فجاه يتحجر على فلوسك وتتمنع من السفر، لازم يكون ورا الموضوع حاجه. مفيش حد بيفضل على حاله يا شريف بيه. اكيد بس مش بالطريقه دي. عندك الكرمان انت لسه قاري، بص عليه. انا حاولت انبهه وافهمه بس هو الله يرحمه محاولش يفهم ولا يعرف، محاولش يعرف ان الراجل اللي راح يعمل معاه مشاريع ويحط ايده في ايده هو نفسه اللي دمر بيته وحياته ودمرنا كلنا. محمود الترابيل يا سعادة الباشا حرامي، سرق كل الأراضي اللي عنده دي بالتدليس والتزوير، فدادين يجري فيها الخيل خدها بملاليم. اشمعنى انت بالذات اللي بتعمل كده يا بابا؟ ما كنتش اعرف، اقسم بالله ما كنت اعرف. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طب ممكن تهدي نفسك بس؟ اهدي نفسي ازاي وانت بترمي نفسك في التهلكه يا اخي؟ مالها شغله الموتوسيكلات؟ ما كانت كويسه يا بابا. نسبتي في موضوع الموتوسيكلات ده كانت ولا حاجه، يا دوبك دروس محمد على الاكل والشرب اللي في البيت وشكرا. انما انا لما عملت موضوع الكامب ده عملته عشانك انت، عشان احقق لك حلمك. غلط غلط، قلت لك ما تحشرش نفسك في حاجات مالكش فيها يا اخي. خلاص احنا فيها، انا هرجع لك ارضك، مش هما سرقوا منك الارض انا هرجعها لك تاني. يا ابني انت كده مش بترجعها. صدقني برجعها، انا هرجعها بطريقتي. الراجل ده ياما سرق اراضي من البلد، هنوقعه، هعمل اي حاجه ان شاء الله اولع فيه وفي الارض وفي الدنيا كلها. لازم احرق قلبه زي ما حرق قلبك يا ابويا. الله يرحمك يا ابني. خساره. عندك دليل على الكلام ده؟ للأسف لا. حتى لو عندي دليل مين يقرأ ومين يسمع؟ مين هيقدر يقف قدام الطاغوت ده ومعاه واحد اسمه القناوي مستشاره صوته عالي وبيساعده على التضليل والفساد؟ معلش يا باشمهندس، حتى لو كان صوته عالي في صوت أعلى منهم كلهم وأعلى مننا. ماشي، أنا آسف إني ضايقتك في وقت متأخر زي كده، بس أعمل إيه؟ ده شغلي. لينا كلام تاني، خليك مرتاح. إيه عز؟ ندل ونصاب بس بحبك. حبيبك يما. إيه يا ابني؟ قافل تليفونك ليه؟ والله ما كنتش قافل تليفوني ولا حاجة، أنا ما كنتش عايز أرد على حد بس. أنت جاي منين كده؟ كنت في سقارة. طب إيه في سقارة؟ والله رحت أعس على الموضوع بتاع أحمد قاسم والكوكايين والحاجات دي، قلت يمكن أعرف حاجة. وصلت لحاجة؟ مش قوي. قابلت واد اسمه محمد رجب بيقولوا لي أمودي هناك، الواد ده تاجر مخدرات. وكان المفروض إنه يعرف قاسم. أنت مين اللي قالك عليه كده؟ متأكد إن هو كده أصلاً؟ إيه يا حس، مالك محمود قوي كده؟ محمود طارق ولا حاجة. أنا قصدي يعني لو يمكن يعرف حاجة عن موضوع قاسم والكوكايين يعني. ومودي ده قال لك ايه؟ والله ما عرفتش اعرف منه اي معلومات. طرقني بالذوق. بس شكله غريب ومتجوز وليه قد امه اسمها هناء وقاعد وسط الناس كلها شكلها غلط. انا لازم اخلع طرقك. واقع فين يا جدع انت؟ مشبات هنا ولا ايه؟ معلش حاجتي كلها في الاوتيل، هاجي لك بكره الصبح. ايه يا صاحبي في ايه؟ ما تقعد. مفيش حاجه، بكره بكره اجي لك. سلام. يا حس ما تختفيش. ماشي. ايه اللي حضرتك طلبته؟ تمام يا عم، التوكيل سليم على بركه الله. بس يا ريت بقى لغايه ما نوصل للحقيقه طنط سعاد ومحمد ما يعرفوش اي حاجه.
احسن لو طنطك سعد عرفت. ما اعرفش ايه اللي هيحصل لها. اما انا عندي احساس كده ومش هينفع اخبيه عليك. انا عندي شك، عندي شك ان احمد اتقتل. اتقتل؟ ايوه طبعا اتقتل. الفيديو اللي احنا شفناه ده بيقول ان الضابط هو اللي قتله، مش كده ولا ايه؟ تلاش يا عمي، النيابه بتحقق. ده حتى وكيل النيابه اتصل بيا وقال ان الضابط اللي موجود في الفيديو واخد اجازه مفتوحه ومحدش عارف هو راح فين. يعني هيهرب؟ الموضوع هيضيع كده ولا ايه؟ انا مش فاهم، مش فاهم مين اللي ايده طايله في الداخليه كده. ناس كتير يا عم ايديها طايله. عندك مثلا محمود الطرابيلي يقدر يعمل كده، بس مش معقول هيموت بنته الا اذا كان ما يعرفش ان بنته كانت معاه على الموتوسيكل. موضوع محير يا عمي، محير جدا، بس ان شاء الله خير. خير 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 ان شاء الله. ايوه حسام، ازيك يا حسام؟ جوزك فين يا زين؟ معرفش. تعرفيش ايه؟ رد عليا، جوزك فين؟ معرفش. هو تحقيق ولا ايه؟ اقف هنا وكلميني. جوزك فين؟ معرفش، خرج ويمكن ما يرجعش ويمكن يمات بره. اعمل ايه؟ اقول لك ايه؟ ايه اللي مزعلك قوي كده؟ ايه ده؟ انت رحتي سقاره؟ ايوه كنت سهران انا ومودي هناك. هو انت تعرف المكان ده؟ انت عارفه مودي ده شغال ايه ولا لا؟ لا ما اعرفش. جوزك تاجر مخدرات. ايه ده؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ ده كلام فارغ. المخدرات قال جوزك تاجر مخدرات وصاحب احمد قاسم كمان. عارف يعني ايه احمد قاسم؟ احمد قاسم انا ما اعرفوش الا منك انت. عمر مودي ما جاب لي سيرته. استغفر الله العظيم يا رب. يا هناء ريحيني، ساعديني. لو تعرفي حاجه انا ابنك. ابنك يعني ابنك ولا جوزك اللي انت ما تعرفوش؟ قوليلي. ابني وحبيبي كمان واغلى حاجه عندي في الدنيا، ولا يمكن اعمل اي حاجه تزعلك يا حبيبي. بس والله صدقني يعني مودي ده ملوش دعوه بالمخدرات ولا الكلام الفارغ ده. بقول لك ايه، احنا نتعشى سوا. ريح انت يا حبيبي في البيت. لا انا اقعد، انا مش هقعد في البيت ده لحظه واحده. ليه يا حبيبي؟ ده بيتك انت، بيتك انت مش بيت حد تاني. ولا انت نسيت؟ نسيت؟ كويس قوي ان انت اللي فاكره انه بيتي، والحاجه الوحيده اللي خدناها من ابويا هناء. عشان كده انت اولى واحد تقعد معايا فيه، مش كده ولا ايه؟ انا هغير هدومي واحضر العشاء. طب دلوقتي هكلمك تاني، مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. ازيك يا مودي، اخبارك ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد هنا؟ وطي صوتك، ده ابني. انت ناسي ولا ايه؟ ابنك اللي جاي يهزقني في بيتي. انت ايه ما بتفهميش؟ اقعدي. انت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ انت بتمد ايدك. انت ما بتسمعيش الكلام. لو مديت ايدك عليها. حسام فاهم يا ولد؟ مالكش دعوه بيه يا حسام، ابعد عنه. ما بتتعبيش بالتهزيق والشتيمه؟ انت ما عندكيش كرامه. كرامه ايه؟ انت اللي ما بتسمعنيش. بقولك مش في وعيه. انت اللي مش وعيك. فوقي بقى، حرام عليك اللي بتعملي في نفسك ده. احمد قاسم كان عنده حق، كان عنده حق يسعدنا منك. ممكن تقتل عشان اي حاجه بمصلحتك. احمد قاسم؟ انت تعرف احمد قاسم منين يا؟ احمد قاسم كان صاحبي وكنت بخاف عليه وعلى مصلحته. مش زيك نصاب نصبت عليه وطلعت تجري. انا ياما قلت له ابعد عنك وابعد عن الكامب كمان. انت كذاب يالا. بس بقى كفايه كفايه. بس فعلا حرام عليكي. استحملي بقى، استحملي اللي هيحصل لك. حسام انت رايح فين يا حسام؟ حسام اسمع كلام ماما. حسام هو عيدك. يعني حضرتك ما تعرفش هو جاب فلوس منين؟ لا ولا حضرتك مدام سعاد؟ انا في يوم سمعتهم كانوا في الاوضه مع بعض، كان أحمد ابني الله يرحمه وخالد صاحبه كريم، كانوا قاعدين يتكلموا. شايف إزازة المية دي يا إكس؟ أنا ممكن أمليها لك من الحنفية وأبيعها لك. نصاب. يلا الحركات دي تعملها على أي حد تاني غيري. وبعدين يا ابن اللذينة، أنت بتعمل كده فين في كل حفلة؟
بتبيع لنا ازاز ميه من الحنفيه؟ واجيب لكم ميه منين يعني؟ وبعدين الناس سكرانه مقفوره، ولا حد هيفتكر اي حاجه. طب يا عم المخربش، بمناسبه الصياعه دي بقى عملت لنا ايه فلوس لها؟ لا اصبر عليا، الموضوع مش سهل كده. يصبر عليك بتاع ايه؟ انت مش عملت الحفله وكسبت خلاص؟ عايز ايه تاني؟ وانت متضايق ليه قوي كده؟ انت اشتغلت لك ساعتين. ولا بقول انجز ما تحورش. انا رحت شفت مكان العجوزه اللي طارق قال عليه، المكان حلو. بس الراجل عايز 20,000 ويخلص. وال 20,000 هيروح منها كام في جيب طارق؟ خالد ما تتكلمش كده على اصحابي، ما فيهاش تهريج دي. الشغل ما فيهوش اصحاب يا اكس. حلو، انت اللي قلتها يا معلم. ما دام قلت بقى ان الشغل ما فيهوش صحاب يبقى انت تخلع، ولو على 20,000 جنيه بكره الصبح يكونوا عندك من ابويا. ايه ده ايه ده ايه ده بقى؟ بتفرقعوني؟ بتعملوا عليا حركاتي؟ توريني بقى ازاي يا اكس هتجيب تصريح. ياب ما حدش بيفرقعك، انت اللي بتفرقع روحك. احنا عايزين ننجز. هتنجز ولا فرقعك بجد؟ وبعدين بلاش شويتين بتوع التصريح دول وحياة خالتك. لو على ابوك اروح اكلمه انا بنفسي وانت عارف. ماشي يا اكس، هروح اشوف الناس واتفق معاهم على الفلوس. اي خدمه تانية؟ اهو كده. اه هات لي ميه. هات لي البي ميه. اتفضل يا سيدي. لا انا عايز معدنيه. يا سيدي ايه الحكومه ولا ايه؟ ايوه. الو. ايوه يا ليلى. لا 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 انا عندي اكس في البيت. حاضر. لا لا مش هتأخر، أنا جاي دلوقتي. سلام. زا 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 وجع دماغ. اه يا معلم، بس دي ليلى حبيبة القلب، أحلى وجع دماغ في الدنيا، ولا إيه؟ صح. قشطة يا معلم. طيب أنا كاتب. استنى هنيجي معاك. يلا بينا. إيه يا سعاد؟ إيه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ يا سلام، هو في حد يعرف يقرا ولا ينام ولا يعمل اي حاجه في وسط الفوضى والهيصه اللي انتوا عاملينها دي؟ خلاص يا ستي، ما احنا نازلين اهو. وادي خالد، انت مش ناوي تجيب مراتك تزورني ولا ايه؟ انت تأمريني يا عسل، بس اديني كام يوم كده اهو واجيبها لك من شعرها. تأمريني. يلا يلا. سلام يا سوسو. باي يا حبيبي. عيل ما تربيتش 5 دقايق. يا سلام، يعني انت اللي متربي. صباح الخير يا امي. طولتنا بالهنا يا حبيبي. ايه ده؟ مش ده الواد مودي؟ ايه ده؟ ده عيل صغير. يا عم قلنا ما تقولش عيل صغير دي تاني. بس هو واقف مع مين؟ فوزي بحبوح. مين؟ فوزي بحبوح. ايه بحبوح ده؟ فوزي بحبوح ده عامل عصابه هنا في نادي السمان، شال الانتخابات والضرب زي ما انت فاهم. بس ايه اللي لم المودي بتاعك ده على بحبوح؟ مش عارف. تعال. مين ده؟ مش عارف. شكله كده بيديله فلوس. تفتكر فلوس بودره؟ الله أعلم. استنى كده. تعال تعال تعال. امشي وراهم طبعا. لا نمشي ورا فين يا عم؟ يا عم ما تقلقش، بس تعال. اسرع شويه يا عم. اسرع ايه؟ انا مش فاهم. انا شغل المفتش كرومبو بتاعك ده اللي هيودينا في داهيه. انا اللي مش فاهمك، انت مش مشوطر قبل كده؟ ايوه بس مش في الصحراء كده يا طارق. امشي بس وما تهش منك، وهدي نورك شويه. هدي. العربيه دي مش بتاعت كده، هتغرز. لا بس انت تفائل بس. هاي ليلى. لا لا كريم. كريم مش معايا. ساره معاكي؟ لا لا خلاص، سلمي لي عليها، سلمي لي عليها. ليلى. الو الو. مفيش سيجنال هنا. مفيش. اسرع. يا نهار اهي غرزت اهي. استريحت. استريحت. ما انا قلت لك هتغرز. يا
هرم ابن الهرمة. احنا في ابن الهرمة ولا في العربية اللي غرزت يا طارق؟ وكمان مفيش سيجنال. مفيش سيجنال. صالح حلو انت وهو؟ زعل يا داليا بتزعلي ليه؟ صباح الفل داليا، انزل يا ابني انت وهو. معلش يا باشا داليا، نجيب بقى افطار وشاي بلبن وداليا. داليا داليا دي السكرتيره. يا عم اقعد ساكت بقى بلا داليا بلا زفت عليها. ناديه بتاع داليا انت، انتوا بتعملوا ايه هنا اصلا؟ تعال لي يا اخويا تعال. مش عايزين هزار بس وكلامنا. بقول العربيه غرزت، قعدنا عشان النهار يطلع ومفيش اي حاجه. دي منطقه سياحيه وممنوع اصلا تخشوا فيها. فتش لي بقى العربيه انت وهو. يا باشا هيفتش ايه يا باشا بشويش؟ روح اصل العربيه يلا. ما يلا رخص العربية يلا. ايه ده؟ ممكن نقدر نتكلم مع بعض من غير بس انت نزل لي ايدك. نتكلم بهدوء شويه. اتفضل نتكلم بهدوء شويه. داليا قلبت. نتكلم بهدوء شويه ولا ايه؟ صباح الصباح داليا قلبت. رخص دي باسم ساره جبريل. ما هي ساره جبريل دي تبقى مراتي يا باشا. تمام. مش مديك توكيل ولا اي ورق ولا انت ماشي بالعربيه كده؟ توكيل ايه يا باشا؟ سعادتك بقول لك مراتي. طب هي فين؟ زي ما حضرتك شايف هي مش موجوده يعني. انت استعبط لي انت وهو. يا عم استعبط ايه؟ بان عليكم ببرشمين وعايزين حد يفوقكوا على الصوت. ايه برشمين ده؟ احنا ناس محترمه. انت ساكت. احنا ناس محترمه على فكره. ده انا هطلع. بقول لك ايه اللي بيكلمك ده محامي. ده المحامي بتاع داليا. بقول لك ايه؟ هفرجك حامل ده. لقيته حاجه يالا؟ يا باشا بقول لك ناس محترمين يا باشا. هتلاقي ايه؟ وروح اسمع الاساتذه المحترمين دول على البوكس. مش عايز اسمع كلمه بس انت بالذات بتاع داليا. كلمه تقول بس. في العربيه يلا. طب العربيه يا باشا في العربيه بس. العربيه يا عم. عيدك يا عم. جبت لنا البوكس يا فالح. هو انت بتكتب ايه؟ ابدا شويه حسابات للكامب. وانا ليه بحس انك كذاب؟ بتمثل انك مبسوط، مش فارقه معاك اي حاجه، بس انت زعلان وزعلان قوي كمان. انت زعلان من ايه؟ زعلان من نفسي يا فرح. وانا صغير ما خدتش بالي من حاجات كتير غلط كانت بتحصل حواليا، وعمري ما حاولت اغيرها. بالعكس ده انا اتخذت فيها وخدت ناس معايا كمان. ودلوقتي وانا قاعد مع نفسي حسيت اني زي ما بتقولي بالظبط. كدبه كبيره. انت عارف انا بحس انك زي اخويا. أنا عملت حاجة غلط مع ليلى؟ لا، بالنسبة لك أنت ما عملتيش حاجة غلط لأنك ما تعرفيش الغلط من الصح أساسا. يعني إيه؟ يعني ما تعلمتيش الفرق بينهم، وأنا ما بلومش عليكي في حاجة، أنت كده. أنت عارف؟ وإحنا صغيرين أنا كنت معجبة بيك، بس برضو كنت متأكدة إنك عمرك ما هتفكر فيا. لا يا فرح، أنت ما كنتش معجبة بيا. أنت كنت معجبة بيكس. الصورة اللي في خيالك وفي خيال كل الناس. بس لو عرفتيني على حياتي مش ممكن هتفكري كده. بس انا خلاص قررت اكون بني ادم طبيعي زيي زي كل الناس. امال انت ايه بقى؟ تقدري تقولي حكايه مش حقيقيه. عارفه الجوكر بتاع الكوتشينه اللي بتتبسطي قوي اول ما تلاقيه معاكي وكل الناس بتحسدك اول ما يجيلك؟ بس للاسف عمره ما بيوصل في الاخر. انت بتحب ليلى مش كده؟ طب ما تتجوز. اتجوز ايه بس؟ يا بنتي ده انا عمري ما عرفت حد غير ويا اما اتاذى بسببي يا اما انا اللي اتاذيت بسببي. هي دي المشكلة. هتقوم يا ابني تعملي قهوة. استنى ابو قهوة انت. الموضوع مش موضوع انك مش لاقي مكان تبات فيه، ما انت لو عايز تبات هنا هتكسر الباب على اللي فيه وهتخش تنام، مش هقول لك أي حاجة. ما هو بيتك. إنما في حاجة تانية مش مظبوطة. مالك يا حس؟ في إيه؟ الكامب هيروح مني يا طارق. محمود طرابيلي اعترف بالنيابة إن الأرض باسم فرح. يعني كل حاجة راحت. أرض راحت وفلوس راحت. حتى أحمد قاسم. ده مشاكله وروح حضر هو كمان. مفيش حق بيروح حضر. افهم. افهم إيه بس؟ أنا بقتش فاهم حاجة خالص. مش أنا معلم، أنا وكريم رحنا الصحراء ورا الواد مودي. لأن أبي قابل واحد من التقال وبيديله فلوس، وكان معاه فوزي بحبوح. بحبوح ده البلطجي بتاع الهرم؟ بالظبط. بس دلوقتي بقى ما تقولش عليه بلطجي، تقول عليه شيخ منصر. أنا مش عارف الواد قاسم كان بيقابل الناس دي ليه. أنت جدع يا ولا طارق. وأنا زعلتك كتير. زعلتك في موضوع فرح. زعلتك إني بعمل حاجات كتير أوي من وراك ما بقولكش. ما تزعلش مني يا صاحبي. يا عم مفيش حاجة يا عم، هو في حد يزعل من صاحبه وحبيبه يعني؟ مفيش حاجة.
اما موضوع فرح ده يعني انت عارف يعني الموضوع عادي جدا، احنا كنا عيال صغيره ساعتها. وبعدين الان انت مالكش غيري، افهم بقى مالكش غيري. ده العشق يا صاحبي، بس عايزك تفهم حاجه، انا مش وحش زي ما الناس ماشيين يقولوا عليا. يعني انت مش وحش بس يعني ندلي شويه كده. طب قوم يا اعمل لي القهوه. ماشي ماشي ماشي. يلا بقى، انت خايف ولا ايه؟ لا خايف من ايه يا معلم؟ القعده جميله والناس زي الفل والحياه حلوه يعني. انا بحسب لحسن صاحبك اكس ده ما كانش بيخاف، كان قلبه حديد، ولا انت تعرفه كده معرفه سطحيه؟ لا سطحيه مين، ده انتيمي، عشره عمري يا عم. طب يلا اديها. لا انا تمام، انا معايا حاجتي. فكك يا عم من الزحف ده وطير. ايه يا عم ده، انت شكلك لبخه خالص، امسك. انا نسيتها، ما خدتش بالي وانا بقى. يلا. هو انا وانت كده بين على نفس الموجه؟ لا يا معلم، احنا على نفس الموجه من بدري يعني. اصلي طب هو انت بتقول احمد قاسم كان بيعمل الحاجات دي برضو ولا ايه؟ احمد قاسم ده كان معلم. معلم يعني بيتاجر ولا بيضرب بس؟ احمد قاسم ده كان اجدع واحد يعدي اي كميه من اي حته زي الرهوان. طب هو كان شريكك؟ الله، ما تجيلي بقى في العدل وتقول لي انت عايز ايه بالظبط. لو عايز تعرف صاحبك احمد قاسم الله يرحمه كان تاجر مخدرات ولا لا؟ كان تاجر مخدرات، انما بالنسبه لي مالكش دعوه، ولو حاولت تثبت اي حاجه فهتضيع وقتك على الفاضي. ريح لي بقى الخلاط ده نجم كده وإهدى ونام خفيف. طير. مساء الخير، أنا كريم جورج مخرج إعلانات. دي اللي جابك؟ إيه اللي طلعك من جوه؟ إيه؟ مش في ناس مش لازم أحييهم؟ إمشي خش جوه، ما تطلعيش من جوه خالص. شوي شوي شوي، أنا مش عارف الراجل ده طلع لنا منين. مش مهم طلع لنا منين، المهم إنه ممكن يكون السبب في اللي حصل لقاسم. ليلى تفتكري لما احمد جالك وكلمك في موضوع الموتوسيكلات ده ما جابش سيره واحد اسمه مودي؟ مودي ده مش بتاع سقارة؟ انت تعرفي؟ لا ما اعرفوش والله، ما عارف اقول لك ايه والله، يعني مش عارف والله. احنا تحت امره، ربنا يخليك. يعني ما اعرفوش، بس شريف الضابط ده سالني عليه. الواد ده من عيله عبد الفتاح رجب. استنى افتكرت، ده اللي باع المعلومه بتاعت الجمارك لاكس. حلوه قوي، قولي لي بقى تعرفي عنه ايه؟ احمد انت فين كل ده؟ انا بكلمك كتير ما بتردش عليا. مش عايز اكلم حد. احمد على ايه كل ده؟ ما احنا كلنا بنتنير في حياتنا، هتيجي انت اللي هتضعف فينا. مش ضعف، دي مهانه. انا خلاص مش عارف اعمل ايه، والله العظيم ما عارف اعمل ايه. اخويا اللي فاضل له كام اسبوع على امتحاناته ده ذنبه ايه؟ ابويا بهدلنا قوي يا ليلى، بهدلنا قوي، هدنا. بقول لك ايه؟ الوقت بيجري، وانا بجد محتاج نبتدي مشروعنا اللي قلت لك عليه. لو ليا معزه عندك انجزي في القصه دي. انت ليك معزه عندي يا احمد، وانا وعدتك ان انا افكر في المشروع. الوعد ما عادش ينفع يا ليلى. انت الوحيده اللي تقدري تبيعي القهوه، لو سمحتي بأي هواتي الفلوس نشتري بيها موتوسيكلات. صدقيني القصه دي مستحيل تخسر. انا قلبي مش مرتاح للموضوع ده يا احمد. يا ليلى فهميني، انا عارف كويس انا بقول لك ايه، وبعدين الموضوع ده مسلوب من ناس تقيله. ايه الكلام ده بقى؟ بالراحة كده، الموتوسيكلات اللي في المخزن أصحابها سابوها وهربوا، إحنا هنشتريها بسعر ميت وهنبيعها ونكسب فيها، بس كده. وبعدين من الآخر بقى الموضوع ده كله أنا واخده من واحد من عيلة عبد الفتاح رجب بتاع مجلس الشعب. أنت بتجيب الناس دي منين؟ يا ست إحنا مالنا ومال الناس؟ مالنا ومال الناس؟ إحنا هنشتري وهنبيع، محدش له عندنا حاجة. مفيش حاجة بتيجي ببلاش يا أحمد. أكيد مودي وشوقي دول كانوا متفقين مع بعض في موضوع الموتوسيكلات، وهي دي الشراكة اللي قال لك عليها شوقي. ليلى، عايزك تعرفيه دلوقتي إن مودي ده تاجر مخدرات. ماشي أنا موافقة معاك.
بس انا برضه متاكده ان الموضوع ده متلفق لقاسم. يا جماعه احنا بنحاول نوصل خيوط ببعض، حياه قاسم كانت متلخبطه، احنا بنحاول نجمع الصوره. انا خش يا حس يا ابو وشين، مخبي علينا ايه تاني؟ مخبي ايه ابو وشين ايه؟ انت اتجننت يا ابني؟ في ايه؟ انا اتجننت؟ انت كذاب على فكره، انت مصاحب الواد دودي وشلته، بمرض انك كنت سهران عندهم في البيت امبارح، مش كده ولا ايه؟ طب اهدى اهدى وبلاش عبط، انا مش ناقصك. لا مش اهدى، مش اهدى غير لما تقول لي بينك وبينه ايه؟ كلم قول يا ابني. الواد ده ولا صاحبي ولا اعرفه، كل الحكايه ان انا عرفت ان هو صاحب قاسم، فقلت افهم ايه الحكايه منه بس. طب دي علاقته باحمد قاسم؟ علاقتك انت بيه ايه؟ يا ابني وانا اقول لك تور تقول لي احلبوه، سمعت ان هو بيقول انه شريك احمد قاسم في المخدرات، فرحت عس على الموضوع، بس هي دي الحكايه. اهدى بقى اقعد. وبعدين انت مين اللي قال لك ان انا كنت سهران عنده امبارح؟ انا مراته اللي قالت لي. يا ابني تعرف الست دي منين؟ يا سيدي مش مهم منين، المهم دلوقتي انا عايز اوصل له. هتوصل لي ليه ولا لا؟ مش هوصلك لحاجه غير لما افهم. عايز تفهم ايه؟ افهم انت عارف مراته منين؟ يا سيدي الست دي تبقى امي. امي امي امك. العيال بيقولوا في واحد جه بص على المكان النهارده. واحد مين؟ مش عارف بس شكله كده من الجماعه اياهم. هانت كلها كام يوم نفك العصر ويجي الدار الساعه اللي يمينا. ابوه انا عايزك تخلص لي الراجل ده وتنجزه، ده حبيب الحبايب. من عينيا يا ريس، انا حضر ظلها حياتها ملوتوف كوكتيل. صح كده. انا هقوم بقى عشان الحق اظبط لك الرحله بتاعتك. يلا اتكل. يلا. انت هربت المموت. انا ماليش دعوه بحاجه، هم اللي قالوا لي اعمل كده. انا كنت مجرد مواصلاتي. صاحبك هو الحمار، انا قلت له 100,000 مره ما تحطش رجلك مع الكبار. حط رجله وقلت له عايز افوق واقف فوق. يلا يلا يا حسام، يلا يا حسام مش وقته. بسلمني على امك يا حسام. افكارك دي اللي هتخرجنا من خدمه. ما قدمناش حل غير كده يا حسن. فاضل ربع ساعة والفجر يد. العيال دي ايه؟ بتبات في سقارة؟ رشاد بيه مش عايز يقف معانا، نقف لوحدنا بقى. ايوه نقف لوحدنا في الزمالك في المهندسين، حتة فيها رجل. انما احنا واقفين في الطلة يا شريف. تمام يا فندم، تحرك السيارة ونص نقل الف ميم 159. دي عربية محمد رجب والنص نقل دي كنت هفتشها. ارصد الحركة وتابع معايا أول بأول. تمام سيادتك. انتوا جايين منين كده؟ من عندنا صحابنا يا باشا. سقارة. هو تحقيق يا باشا؟ جاوب على السؤال. استغفر الله العظيم يا رب. أيوه سقارة يا باشا. طب انزل. نعم. قول له تنزل. ايه يا باشا في ايه؟ ده بس انزل. ده بس شريف بيه. شريف بيه. ايه يا باشا؟ إيه؟ يا عم براحة طيب، خلاص خلاص بالراحة طيب. انزل. بالراحة يا أخي. تسلع على يا أخي بالراحة. أيوة بابا. أيوة أنا في كمين كده على الدائري. الحقني يا بابا بسرعة والنبي. إيه يا باشا؟ ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ البودره فين؟ بودره ايه يا باشا؟ مفيش حاجه. انا ما اعرفش حاجه عن بودره ولا كلام. انت بتجنن عليك. البودره فين يا باشا؟ بودره ايه اللي انت بتقول عليها دي يا جدعان؟ في ايه؟ البودره فين؟ والله العظيم ماليه دعوه بالحاجات دي. بس ماليش دعوه انا بالحاجات دي. بقيتي في بيتكم ولا في الحجز؟ لا في بيتنا. طيب البودره فين؟ قلعوا لي الواد ده البودره. قلع مين ده؟ قلع مين يا عم؟ سيب يا عم. شو يا عم جبت البودره منين؟ والله يا باشا انا ما بجيبش حاجه، انا بلم انا واصحابي كده وبنجيب سوا. يعني ايه بلم؟ يعني الجمعيه يعني؟ مش فاهم. حط انت يا باشا. مش جمعيه ولا حاجه على فكره، اي حد ممكن يتعرض لنا فيه ده، ممكن ابن حضرتك، ممكن اخوك، عشان خاطر انجز باشا. انا ما اعرفش حاجه والله العظيم، ما اعرف بجيبها منين عشان خاطري يا باشا. وانت يا نجم؟ انا باشا لا معايا بودره ولا معايا حاجه. حاول ملايات. لا ابوس ايدك ابوس ايدك. انا لو
ابويا اللي شافني كده هيموت فيها والله. انت منين يا بنت؟ انا من الوايلي. من الوايلي؟ ده انت فضيحتك هتبقى في جلاجل لما البوكس يشرف عندكم. لا انا هقول كل حاجه والله العظيم هقول كل حاجه، بس وحيد كل غالي عندك سيبني. خلاص قولي وانا هقرر اسيبك ولا لا. حاضر. قولي قولي خلصينا. الله يخرب بيتك. بس يا باشا انا كل اللي اعرفه ان مودي هو صاحب سقاره، وان اي حد لما بيعوز بودره بيطلبها منه وبيجيبها له. بيجيبها منين؟ معرفش، انا طول عمري بسهر معاه بس ما بعرفش بيجيبها منين. مدام هناء مودي فين؟ والله ما اعرف يا فندم، انا قلت كل اللي اعرفه وبعدين سعادتك فتشت البيت، لو كان في حاجه كنت لقيتوها. تعرفي واحد اسمه كريم جورج؟ ايوه شفته مره مع مودي في البيت. كان بيعمل ايه في البيت؟ هتجاوبي يا فندم؟ محمد يبقى جوزي، ده كل اللي اعرفه. انا هعفيك مره، كانوا بيضربوا بدرة مش كده؟ هو مش حضرتك عفتني من الرد؟ ايه اللي خلاك تتجوزي واحد زي مودي؟ دي حاجة شخصية ملهاش دعوة بالمخدرات ولا بغيره. حسام كان يعرف؟ لا حسام ما يعرفش اني اتجوزت. محدش بيتغير. بس انا اتغيرت وبكره الايام تثبت لك. كلمت كريم؟ اتصلت بيه كذا مره وموبايله مقفول. يا عم سيد. ايه؟ طب انا جاي حالا. في ايه؟ المخزن بيتحرق. طب استني انا جاي معاكي. ايه اللي بيحصل ده؟ اقفي عليا انا هقفل. انا شغلي شغلي يا هتحسي جوه النار. اقفي خليك عشان خاطري. اهدي اهدي يا مدام ليلى. حضرتك صاحبة المكان؟ ايوه انا صاحبة المكان. ممكن تفهمني حصل ايه؟ حضرتك احنا لقينا بواقي ازاز مولوتوف وبنزين جوه المخزن. ظهر الموضوع ده مقصود ومش حادثة من حد من العمال. سعادتك في بينك وبين اي حد اي مشاكل؟ لا انا ما عنديش مشاكل مع اي حد، ما اعرفش مين ممكن يكون عمل كده. انتوا ما عرفتوش اي حاجة؟ لا لحد دلوقتي لسه ما عرفناش. ممكن حضرتك تتفضلي معايا ونقفل المحضر ان شاء الله. طب بعد اذنك مفيش اي شهود شافت الحريقه؟ للاسف لحد دلوقتي لا خالص. طب وعم رمضان كان فين؟ بخال الله مدام ليلى توفى. اتفضلوا معايا دلوقتي. طب بقيت الناس بالناس بتاعتي يا عم؟ كل الحمد لله بخير، الحمد لله الناس بخير. اتفضلي بس. في الشغل يا فهد المخزن. ايه بقى؟ ايه انت؟ بصي هما مش شاكه ولا زي الموتوسيكلات اللي جوه، بس عند الناس هيبقوا احسن من الفول والطعميه. يومين وهتلاقيهم ماشيين في الشارع اكتر من الناس. ايه ده انهم بس يتباعوا يا كسي. يا ستي هيتباعوا والله العظيم هيتباعوا، ده هيخلصوا كمان. والله انا بفكر احجز واحد لابويا من دلوقتي. يا اكس اخيرا رجع وهو رايق. طبعا رايق ومبسوط جدا جدا. اخيرا فكرت في حاجه ليها قيمه ونفذتها، بدل ما انا عمال الف على كل مشاريع مصر وكله بيفكس وبقعد على القهوه في الاخر. ياه والله لو كل الشباب هنا في مصر بالراحة يقلدوني ويقوموا من على القهاوي ويعملوا حاجة هم بيحبوها، مصر دي هتبقى أحسن بلد في الدنيا. أنا سامعة صوت طارق وسارة. ألو؟ لعلمك مش أنا وسارة وطارق بس اللي شايفين كده. بصي هنروح بعيد ليه؟ شايف الموتوسيكلات دي مغرقة الدنيا في ماليزيا، عرفوا هم عايزين إيه وجابوه. ماليزيا أحسن مننا في حاجة؟ أحسن مننا في حاجات. هم صرفوا فلوسهم على الصحة والتعليم، إحنا صرفنا فلوسنا على قرشنا. إيه ده أنت جاسوسة ولا إيه؟ جاسوسة؟ طبعًا مش أحسن مننا، إحنا عندنا مخ يا ماما. عندنا هنا والله تلاقي الواد قد كده شغال في ورشه ما يعرفش الالف من كوز الدوره، بس يعرف يفك غساله وثلاجه وبوتاجاز وطارق في 16 كمان. والله ده انا شفت واد تحت الكوبري بيفك شفره موبايل. حبي ده حرامي. والله صدقيني احنا هنا لو خدنا الفرصه وعملنا اللي بنحبه
شوفي مصر دي هتبقى ايه. ما احنا المهم ان احنا ناخد الفرصه علشان ما يبقاش عندنا احباط. فاهم؟ ايه السواد ده؟ انت صعبان عليا على فكره. عارفه مين كمان اللي صعبان عليا؟ مين؟ الواد خالد. ايه اللي جاب سيرته ده دلوقتي؟ مش قادر اصدق انه مش هنا. والله الواد ده لو كان هنا كان بعنينا الموتوسيكلات دي كلها كده وهو بيولع سيجارته. واحسن واحد يبيع في الدنيا. ما عشان كده هو باع نفسه وبعنا. لا 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 ما تقوليش كده. خالد بيحبك. انت اخترتي انك ما تكمليش ده براحتك. بس هو لسه صاحبي. اخويا اللي اتربيت معاه. لو سمحتي ما تقوليش كده تاني قدامي. ماشي يا اكس ماشي. خلاص 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 هتقفشي. خلصنا بقى. احنا هنحتفل دلوقتي بموتوسيكلاتي يا حبايبي. هندخلهم جوه وهتكتبي المحضر اللي بتكتبيه ده وهاخدك نتعشى في الحته اللي هتقولي عليها. عايز اكل كشري. بيئه قوي بيئه قوي. موتوسيكلات وشياكه وبتاع. مش اقل من لحمه راس. يلا يا امشي امشي. جميل هيجي لنا في وقت زي ده. ايوه يا رب. هو في ايه؟ منزل مهندس صلاح قاسم. ايوه يا فندم. محمد قاسم هنا. انا محمد قاسم. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده في ايه؟ انتوا مين؟ في ايه؟ استنى يا استاذ. عايز اتكلم بقول لك في ايه؟ استنى. اوعى ايدك يا استاذ. في اسم في نيابه؟ يا محمد استنى استنى يا ابني. انت بتعمل ايه يا اخي؟ لا اله الا الله. ابنوا على ايه؟ استني يا سعاد. انا هلبس واروح اشوف في ايه ما تخافيش. كمل يا خالد. ساكت ليه؟ عشان ما عنديش حاجه ثانيه اقولها. زي ما قلت لحضرتك انا بعد ما سبت مصر كلمت قاسم كذا مره بس كنت بطمن عليه عادي مش اكتر. ما جابلكش سيره اي حاجه ناوي عليها؟ حتى لو كان ناوي على اي حاجه تفتكر كان هيقولها لي في التليفون؟ هو يوم القهوه سالني عن سكه الكوكايين والحفلات بس انا قلت له ما اعرفش سكه الناس دي. ما كنتش تعرف الناس دي وقتها لما دلوقتي تعرفهم. معلش مش فاهم السؤال. السؤال يعني تعرف محمد رجب مودي؟ انا اعرف مودي بس ايه دخله بالموضوع؟ سقارة مسك فيها عيال بكوكايين وهروين وفي ناس شهدت ان صاحبك مودي ده هو مصدر الحاجات دي. مودي مش صاحبي يا شريف باشا بس معلش عشان اوضح لك الصوره. مودي ده زي ما حضرتك عارف عيلته ليها بيزنس مع الحكومه وبطبيعه الحال اعرفه عشان والدي. كنت سهران معاه في سقاره والواد مشبوه ان جات للحق بس لو حضرتك شايف ان في حاجه عليا معاه انا مستعد ارد بس انا اشك ان في حاجه تربطني بيه. مش انت اللي عرفته على احمد ياسين؟ افتكر انهم اتقابلوا معايا في سقاره. افتكر كويس بقى. قبل الحاسة بشهر كنت أنا سقارة أنا وقاسم كنا بندور على مكان عشان نفتح قهوة وقابلنا مودي هناك. بس أنا مش عارف أنتوا عاوزين تاخدوا أنهي حتة في الأرض بالظبط؟ في التعريشة اللي فوق بالمطبخ. الله ده كده هخش معايا يا خالد. تلات أشهر بس نشوف الموضوع ماشي إزاي بدل ما تخش لوحدك وتلبس. بس أنتوا داخلين كده على قهوة بلدي وأنا كنت عاوز أعمل سوشي بور. سوشي يا نجم؟ أنت في سقارة مش في نادي المعادي. يا عمود دي اللي مزعلك دي ارض ولا حر فيه؟ لا يا حبيبي دي مش ارضك دي ارض الحكومه وانت مأجرها. ناقص كمان تقول لي ان الهرم اللي هناك ده بتاع الحاجه. يا عم اهمك على الراجل عايزين نشتغل مش جايين نتخانق. ما احنا عمالين نحور من الصبح في كلام فاضي وانا قلت لك الراجل بتاع الصحراوي هجيب من الاخر. عندك كارته ورجل عنده حلوه وهو قرب للمحور. ايه لازمته بقى اللوكلوك اللي احنا فيه ده؟ عندك حق. ايه حكايه الكارته دي يا خالد؟ اصل بصراحه بقى احنا واقفين عليك واحد تاني في الصحراوي وكنا هنعمل بقى خيمه بس خساره. ساعتها بقى ناخد معانا عادتنا وزبايننا ولا حد بقى يقول لنا سوشي ولا سوزي. الله 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 هو ده كده بقى الاسلوب؟ يا عم مش اسلوب ده بيزنس وبعدين عندنا رجل وعايزين نوسع وبعدين انت لسه بقى مش فاضي وبتاع وبتفكر. براحتك خد راحتك يا حبيبي. فكرت يا خالد. شوف انت الحكايه تمشي ازاي وقسمها بطريقتك بس على شرط اؤمر تعمل لي حفله تلم لي فيها الدنيا كلها. حفله من بتوعك من اللي بتسيد المكان. ها قلت ايه؟ ماشي هظبطك على الاخر. اي خدمه تانيه؟ بومبو اتفقنا خلاص. مش خلاص كده؟ خلاص يلا بينا. مع السلامه يا عم السوشي. بقول لك ايه؟ خد بالك من الحصان اللي هناك ده لحسن شكله شقي. يا ابن اللعيبه. بس تصدق عجبني موضوع الصحراوي ده. صايع. وبعديها بشهر كان الحفله. وفي نفس الليله حصلت الحادثه. هناك قابلت محمود الطرابيلي وعرضت عليه موضوع الكامب. الكامب بتاعي الحسام وقاسم سرقوه مني. انت شايف ان هم اللي سرقوه؟ طالما حضرتك بتفهم في كل حاجه تبقى اكيد تبقى سرقه. عندك اللي يثبت الكلام ده؟ ان شاء الله معايا اللي يثبت ان حسام سرقني. بس انا مش هضيع حق احمد قاسم. قاسم ده زي اخويا شريف باشا. اهلا اهلا يا دكتور يا متشرد. بالله على السلامه.
الله يسلمك يا بابا. الله يسلمك. الله يسلمك. محمد. ايه اللي عمل فيك كده؟ كده يا محمد تعمل في نفسك وفينا كده؟ معلش يا ماما انا اسف. مش هعمل كده تاني. تعال تعال ارتاح. اقعد ارتاح. لا انا هستأذنكم بس هخش انا انام عشان تعبان قوي كده. اتفضل يا مولانا. شاكرين قوي يا جماعة. أنا مش عارف أقول لكم إيه والله. ما تقولش حاجة يا عمي. محمد ده زي أخونا الصغير. بجد يا ولاد ربنا يخليكم. أنا النهاردة حسيت إن أحمد ابني لسه ما ماتش. طب عشان البقين الحلوين دول مفيش حاجة من إيديك الحلوة ولا إيه؟ يا سلام. لا في حاجات كتير. في ورق عنب، في مكرونة بشاميل، في رز، في ملوخية. بس هو هيكون بايت يا سعاد. لا لا مش بايت. بقاله 3 أشهر في التلاجة. على إذنكم. اتفضل. حسام ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل. تعال يا حبيبي. هو مودي هنا ولا ايه؟ لا ما جاش. انت ازيك عامل ايه؟ انا كويس. انت اللي عامله ايه؟ كويس. مالك فيه؟ أنا مفيش حاجة حبيبي. أنا كويسة. إيه اللي في وشك ده؟ إيه؟ في إيه؟ إيه ده؟ إيه اللي في وشك ده؟ إيه مفيش حاجة. بتشم ولا إيه؟ إيه اللي بتقوله ده؟ مش عيب تقول كده لأمك؟ وعمل فيك إيه الواد ده؟ ما عملش حاجة. ردي عليا. عمل فيك إيه الواد ده؟ ما عملش حاجة. أنت بتشمي؟ مخبيه الحاجة فين؟ عشان خاطري يا حسام. مخبيه الحاجة فين؟ ما تفضحنيش. مخبيه الحاجة فين؟ عشان خاطري يا حبيبي. مخبيه الحاجة فين؟ عشان خاطري. لا يا حسام. لا عشان خاطري. عشان خاطري. حرام عليك يا حسام. حرام عليك. تعملي في نفسك. انت ما بتحبنيش. انت لا يمكن تكون ابني. انت مجرم. انت ما بيهمكش غير مصلحتك. كل اللي يهمك في الدنيا نفسك وبس. انت ما بتحبنيش. بتستهر مني. كل اللي انت عايز تشوفه ابوك عشان هو اللي بيديك فلوس وهو اللي بيصرف عليك. قطعت الفلوس وقطعت سنينك. حرام عليكي ده. فوق حرام عليكي. انت عايز تضربني يا حسام؟ اضربني. ما عادتش تفرق معايا خلاص ولا معاك. اضربك. اضربك ازاي بس يا امي؟ ده انا ماليش غيرك. ده انا كل اللي بتمناه اشوفك احسن ام في الدنيا. خايفه. خايفه منك يا ابني. خايفه من ابنك؟ ازاي بس يا امي؟ ما تخافيش. مفيش. مش سيبك تاني لوحدك ابدا. قومي تعالي معايا. اجي معاك فين؟ في اي حته يا امي. المهم ان انا مش هسيبك تاني ابدا. مش هسيبك. سامحيني يا امي. هو اللي كان بيجيب لك الحاجه مش كده؟ مودي؟ لا هو كان مديني نمره واحد اتصل بيه لما عوز. هي
هي دي اخرتها يا حسام. خلاص قلت عليك عايز ترميني في مصحة. انا اسف يا امي، مش اسف على اللي بعمله ده، انا اسف على اللي عملته معاكي، اسف اني سبتك كل ده لوحدك، بس بجد انا دلوقتي بصلح غلط. ما انت جايبني هنا عشان تسيبني لوحدي برضه. والله العظيم ده عشانك، عشان تبقي كويسة، عشان ترجعي لأمي بجد وتاخديني في حضنك، عشان اخدك ونمشي بعيد نروح نقعد في الجنب عندي لوحدنا. من ايام اتحايلت عليك قلت لك خدني معاك الجنب وما تسيبنيش. مفيش محايلة بعد كده، خلاص انت هتيجي معايا وهتقعدي معايا انا وانتي بس، بعد ما تلاقيش كل حاجة ان شاء الله تبقى تمام، حتى لو مش تمام ده مش اخر الخط. متلاقيش يا كريم، عرفت مين ولا لا؟ يا ابني بقول لك واحد اللي بيرد. ازاي؟ انت متأكد؟ طيب ماشي ماشي، هقابلك ونتفاهم. سلام. في ايه يا حسام؟ لا مفيش شغل، مفيش حاجة. كريم بيقول ان صاحب الخط الرقم اللي معاكي واحدة ست بترد. لا أنا متأكدة إن كان في واحد بيرد عليا. مش مهم، متلاقيش هنشوف الموضوع ده كله يبقى تمام، متشغليش دماغك أنت. إحنا كده وصلنا؟ هو ده البيت. متأكد إن هو ده العنوان؟ آه هو. الواد ده ما يكونش بيضحك عليك؟ يضحك عليا ليه يا عم؟ ماشي يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنطلع. نطلع نروح فين؟ ما نستناه هنا لغايه لما ينزل وخلاص. وليه ما نطلع جاز نلاقيه فوق؟ ايوه، وليه نلبس نفسنا مصيبه على الفاضي؟ يا عم ما تقلقش انا عامل حسابي. اسمع الكلام يلا بينا. يلا يلا يا كريم. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ انت شفت حد طلع هنا؟ لا والله يا بيه. طلعت مع البواب مش كده؟ احنا طلعنا لقيناهم كده. لكن انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ اصل الواد ده متهم عندي في قضيه بودرة، هرب من يومين من سقارة. لحظه واحده. اتفضل. ايوه. لا يجي فين؟ خليه يطلع على اسم زمالك المحضر هناك. ما ينفعش يجي هنا، هو انا اعلمك شغلك كمان؟ يلا مع السلامه. عمه واهله لسه عارفين دلوقتي. عبد الفتاح رجب اكيد خايف من الفضيحه. الانتخابات ما بقالهاش كام شهر ورافعين عليه استشكال انه نجح بالتزوير، اكيد لايز دلوقتي. بقول لك ايه يا باشا؟ احنا محتاجين نفتش الشقه زي ما حضرتك شايف. هروين اطمن، المكان كله هيتفتش واي معلومات نوصلها نبلغ بيها. اكيد في علاقه بين الهيروين ده واللي حصل. بعد اذن سعادتك احنا لقينا دي. دي يطلع معمل الجنائي فورا. يلا. العزيزه طليقتي. حصل بينكم اتصال قبل الحادثه مش كده؟ مظبوط. مدام ليلى قالت في التحقيقات معانا ان في اخر مكالمه بينك وما بينها كان في خناقه على التليفون، الكلام ده حقيقي؟ ده صحيح. كنا سهرانين في مكان في السقارة واخدت عربيتها ومشيت. يعني ايه مشيت؟ وفي كده؟ انت عايزه تتخانقي وخلاص؟ لا مش شهادة، مش عوضتي صوتي. انت فين دلوقتي؟ لفي ورجعي تاني. بقول لك لفي ورجعي تاني يا ليلى. ليلى! ايه ده يا ابني على فين؟ ليلى هاني مشيت هي وكريم زفت. انا قلت له من الاول لو مش عايز تيجي ما تجيش. طب ايه ده بس كده وفهمني في ايه؟ مش عارف قال لها ايه؟ ركبت العربية ومشيت.
ولما بكلمها بتقول لي الحفله مليانه مخدرات وزبت وكلام الفاكس بتاع كل مره، واديني اجيبها من شعرها. يا عم شعرها ايه بس؟ تعالى بس تعالى. سيبني يا اكس، سيبني بقول لك، والله العظيم اتجنن عليكوا عليها. يا عم مش تجنن على حد، طب انا هاجي معاك. احمد قاسم قال قبل كده في التحقيق انك كنت متضايق ومش في وعيك، هو طلب منك انه يسوق العربيه بدالك بس انت اللي رفضت. رفضت عشان كنت عاوز اوصل بسرعه، وبعدين كنت عارف قاسم هيمشي بالهداوه عشان يهديني. وبعدين مفيش، خدنا العربيات لقينا على الطريق. يا عم اهدى بقى، الناس هتشك فينا، في لجنه على اول الطريق. لجنه ايه انت كمان؟ انا قلت من الاول الواد كريم دوت ما يجيش، اكيد قال لها حاجه عن موضوع فرح. الواد دوت طول عمره هيفضل عيل 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 عيل. ايوه خليك خليك كده اتخانق مع الدكتور لحد ما تقلبنا ان شاء الله. مفيش حاجه، انا كويس دلوقتي. كويس ايه بس وزفت ايه؟ شكلك مافور اصلا. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهكس ده، عايز خرب بيتك، جبت الزفت ده منين؟ عيب عليك، دول شويه كده كنت مكمرهم وهصرفهم في الحفل، بس انت اولى بيهم، ما يغنوش على عيونك يا عيوني. وانت من امتى ليك في الحاجات دي؟ يا عم انت هتمثل، لو ما عملناش كده غيرنا هيعمل، يبقى احنا اولى بالقرش. ارمي الزفت ده. ارمي ايه؟ بقول لك ارميه. خلاص مش عايز اقول، مش عايز ارميه. بقول لك احسن ارميك من بره العربيه. يلا بقول لك ارميه. وما قلتش الكلام ده ليه من الاول يا خالد؟ ما كانش ينفع اعمل كده في قاسم وفي عيلته، وانا كنت عارف ظروفهم كويس قوي. ما تنساش ان مفيش شهود ياكدوا كل الكلام اللي انت بتقوله ده. الحكايه مش محتاجه شهود يا سياده الوكيل، احمد قاسم مات والبوليس بيجري وراه، وتهمته معلومه عند سعادتك. شريف بيه، اعتقد دخولك كده محتاج اذن نيابه. واعتقد انت عارف ان الحاجات دي سهله وممكن اجيبها بالتليفون. هات من الاخر، هم عندك؟ كانوا عندي. اه مخبيهم. لا انت عارف ان انت مش ناقص بلاوي اليومين دول. مش فاهمك. انا عرفت ان كريم وحسام عندك من المخبرين اللي كانوا بيراقبوك. مخبرين بيراقبوني؟ حلو ده، انتوا ابتديتوا. ها هم فاكر ايه؟ هيسيبوك كده؟ يسيبوني ما يسيبونيش، انا مفيش حاجه مخبيها اساسا، انا موجود في وسط الشارع يعني الكل شايفني. وانا ما تفرقش معايا وقفه الشارع بتاعتك دي، انا عندي واحد هربان والتاني مشتبه فيه انه قتل محمد رجب. طب وانت ايه اللي مخليك متاكد ان هو اللي قتله؟ المطوه لقيناها في شقه الست الروسيه وعليها بصماته، والجورنال عندك على الترابيزه، لو ما قريتوش اقراه. شكلك قريته. ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجه. في ايه يعني ايه مفيش حاجه؟ قتلت واحد وانتوا مش واخدين بالكم. مين قال ان احنا قتلنا حد؟ انت هتلبسينا تهم على الفاضي. انت عارف ان طارق لسه مكلمني دلوقتي بيقولوا لي انهم بيدوروا عليك انت وحسام سبب المصايب كلها. طب ممكن نطلع نتكلم فوق عشان ما ينفعش اقف هنا؟ ممكن. اتفضل. كل اللي حصل ان احنا عرفنا بيت صاحبه مودي اسمها نتاشا، ورحنا لها في الزمالك. ايه ميته؟ حاضر يا سيدي. برنس مصر. ايه ده مصري ونلت ايه؟ راح فين يا عم انت؟ ايه يا عم ده بدل ما تقول لي. معلش احتياط، عينك على البنت دي يا كريم. تمام. فين انتوا عاوزين ايه؟ مبدئيا كده انا عايز العقد بتاع شقة امي، وهتتلكع يا واد هعورها، انت كل مرة بتخلع مني، المرة دي ما فيهاش روح امك. لا 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 لا، العقد بقى ادم فيها امك وروح امك يبقى في الشنطة. بص يا كريم. بص يا كريم. اتحركش يا واد. حاضر حاضر يا سيدي. لقيته؟ ركز يا كريم. ده مش عقد امك بس، ده في عقود تانية كتير. ايه العقود دي كلها؟ عقود شقق يا عم. شقق ايه؟ شقق انا ليه اصحاب شركات؟ بتبيعها لمين وشركات ايه؟ تلات عياط. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شغل العبط اللي انتوا بتعملوه ده مش هيودينا في حته، هيموتنا احنا التلاته، افهموا. زي ما مات احمد قاسم؟ الله ينور عليك. زي صاحبك اكس. بقول لك ايه؟ مين هو عقود احمد قاسم يا واد؟ انت يالا. عشان انت بقى اللي قاعد نتكلم زي الرجاله ونسينا من الكلام الفارغ اللي احنا فيه ده. طب اقعد ارحم امك. امك امك. هقعد يا سيدي. انت لسه هتشرب؟ ما تلغي ياض. الغي؟ اسمع يا سيدي، احمد قاسم كان بيدخل المخدرات بس ما كانش بيوزعها. كان بيدخلها ازاي؟ في الموتوسيكلات يا ناظم، في الموتوسيكلات بتاع التوكيل بتاعه الصيني. وعلى فكره أنا اللي عرفته من الناس اللي جابوا له التوكيلات. شاوي حسين مش كده؟ مين بقى قاضي الواد ده؟ أنا زي زيك، ما عرفوش إلا اسم بس. ده حتى الله يرحمه، الله يرحمه بقى مطرح ما راح، ما كانش عارفه هو الآخر. ليه؟ شبح؟ يا عم مش شبح ولا نيلة، ركز معايا. فاكر يوم الحادثة بتاعت خالد وقاسم؟ جالي واحد اسمه وائل عبد الصمد، اسمه إيه؟ وائل عبد الصمد. جه عشان يشتري مني شقة بورسعيد، قال إيه البيك اللي عاوز يعملها شركة توريد موتوسيكلات صيني. وماله؟ ما علينا، اديته الشقه. هيه هيه الراجل اتكعبل في شويه حاجات وكان لازم يطير. احلوت في عين السمسره، احلوت في عيني. ف
فرحت مكلم فيها قاسم على طول. عبد الله على السلامه يا اكس. شكر. هو خالد كده خلاص جد؟ انت جايبني هنا ليه؟ عشان على الورق لسه في بيزنس ما بيننا. مفيش زفت بيننا. لا هو خلاص بتتباع. يعني الاتفاق اللي بيني وبينك ما عادش له اي 30 لازمه. كلام ايه ده يا معلم؟ اولا الاول هجيب حد من حبايب يشيلها ويأمنها لحسابي. يعني خلاص الموضوع مش هيخسر قوي يعني. بقول لك ايه؟ من الاخر كده انا مش هشارك حد. ولو حتى فكرت اكيد مش هيبقى انت. طب ليه بس كده؟ عشان انت عيل غشيم. بص يا نوري انا هجيب لك من الاخر. لو هتخلص في القهوه انا ما عنديش مانع. هكلم لك ليلى. هي صاحبه حق خالد في البيع. لو هي موافقه انا موافق. غير كده بقى ما تصدعنيش. طب انا عندي فكره ثانيه. هديك فكره صغيره. ارغي. مشروع محتاج حد يكون عنده توكيلات. ركز معايا. في مخزن بتاع ناس واخدين قروض وهربانين بره. تمام؟ المخزن ده مليان موتوسيكلات صيني. والحكومة هتعجز عليه. العبد لله بقى يقدر يخلص لك الموضوع ده وتاخد الموتوسيكلات لحساب. بس انا ليا نسبتي. يا ناصح. طب ومتشيلش انت الليله من بابها ليه؟ مستنيني في ايه؟ يا جدع ما تبقاش كده. لو اخدت انا الموضوع من بابه هخش انا واهلي وعيلتي في مشاكل. انما لو اخده واحد صاحبي كده مستجدعه خلاص يبقى انا نصيبي محفوظ. ما اتكلم ليا. افتح معاها الموضوع. الشغلة الأولانية كانت جاية فاضية. بعد كده كانت جاية متعبية. وأنا كنت باخد نصيبي من الموتوسيكلات المتعبية. لغاية ما ظهر لنا الله ينتقم منه. سيشاوي بيه. وقال لنا أنا معايا ورقة وديك أنت وأحمد قاسم في 60 دقايق. وفيها لغفيكوا أنتوا الجوز. أنت كداب يا ولد. كداب؟ كداب بقى ولا مش كداب ولا تصدق ولا ما تصدقش أضرب دماغك في الحيطة. دي ما بقتش مشكلتي. أنا دوري انتهى من أول ما أحمد قاسم ما مات. العبيط كان عاوز يهد كل حاجه احنا عملناها. عشان كده كان عاوز يجي مصر. يا ابن احمد قاسم كان عامل كل اللي انت بتقوله ده. انا اول واحد كنت هعرف. انت مجنون؟ تعرف بقى مرتي ها؟ بقى مرت صاحبه اللي باع فرح الترابيلي اول ما اخد الكام. ولا صاحبه اللي صدره مع عم محمود وسابه. انت جبت الكلام ده منين يا جبت الكلام ده منين يا؟ انت فاكر نفسك يا حسام صاحبه القديم بجد ولا ايه؟ حسام مصري انت حاجة تعرف. على فكرة انت وقعت كده في الطريق الغلط مع الناس الصح. عشت لك يومين وانا شايف ان اليومين دول خلصوا خلاص. حسام كده حسام فوق هيموت فوق هيموت يلا سي واحد سي هيموت يلا في الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك لو قلتلك ما نطلعش لو قلتلك ما نطلعش الله يخرب بيتك مفيش حاجة يا الواد مات بس ما ماتش اهدى قومي يا قط يلا بس قومي يا قط يلا قومي يا قط يلا مش هيقوم كريم جورج حسام المصري دوروا على مودي عشان يفهموا موضوع احمد قاسم تمام ومودي اتقتل في شقة البنت الروسية ناتاشا مودي ملوش بيت كل شوية يتمصلح على واحدة ويرمي الشقة نسوان كبيرة واحدة ورا واحدة احنا ممكن ندور على العقود دي في شهر العقار ممكن طبعا خصوصا لو بيبيع شقة وبيأجرها ودلوقتي كل حاجة بقت على الكمبيوتر احنا لو عملنا كده ممكن نلاقي اربع خمس شقق باعهم مودي وارد جدا انا هبيع التوكيل للناس دي ما بقاش في حل تاني يا سارة كفايه قوي الناس اللي ماتت مش قادره سارة انت كمان لازم تبطلي تكتبي عن اسم مستحيل يا ليلى ايه اللي انت بتقوليه ده سارة انا مش مستعده ان انا يضيع مني اي حد من اصحابي تاني وانا مش هسيب حق اسم انا هفضل ورا الحقيقه ومش هسيب حقه ان شاء الله اموت عشانه
بس مستغرب انه ما قاليش. انت فاهم ايه؟ حطي نفسك مطرحه يا ليلى. النظام قلب على ابوه واخد فلوسه وحاول انه يعمل 100,000 في مشروع وخسر في الاخر، وكمان ظروفه هو واخوه. بذمتك مش هتكرهي عيشتك؟ بس اسمك القوي يا خالد، اشمعنى المره دي يضعف؟ كلنا بنضعف. ولا انت نسيتي؟ قلت لك انهم كانوا سنتين صعبين. انا خلاص رجعت عشان اصلح كل حاجه، ننسى اللي فات ونبتدي من الاول. انا خلاص فوقت وجيت لك. وبعدين مش اكس كان عاوز كده انا وانت نرجع لبعض؟ خالد انت بتهزر؟ انت لسه عايزني اصدق كلام قاسم؟ انت لسه عايزني اسمع كلامه؟ يا ليلى، في فرق ان حد يتصرف من دماغه وحد احنا بنحبه يتصرف من دماغه. وبعدين مين عارف؟ مش ممكن اكس كان بيحاول يعمل الصح وفشل؟ يعمل الصح وفشل؟ ايه الصح اللي كان بيحاول يعمله يا خالد؟ انه يمشي ويسيبني يفتح كامب يبيع فيه مخدرات؟ انه يسيب لي انا القضيه في ايدي انا؟ انت بتتكلم في ايه؟ هو انا ليه مكتوب عليا كل المشاريع اللي ادخلها يبقى فيها مخدرات؟ ايه الموضوع؟ فين الصح؟ طب هتعمل ايه دلوقتي؟ هتنايل ربيع التوكيل؟ لا ما تعمليش كده، استني. استنى ايه يا خالد؟ استنى لغايه ما يتقبض عليا ولا لغايه ما يحاولوا يقتلوني؟ ما تخافيش، محدش يقدر يقرب لك وانتي مراتي. ايوه لا ايوه، احنا لازم نرجع لبعض. مساء الخير مدام ليلى، حضرتك مع الاستاذه ساره جبريل مش كده؟ ايوه. الحمد لله المساله بسيطه، هو مجرد جرح قطعي بسيط بس للاسف الشديد الجنين ما استحملش. جنين ايه؟ مدام ساره كانت حامل في شهرين. انا اسف جدا، واضح ان حضرتك ما عندكيش علم. على كل هي فاقد دلوقتي وممكن تدخلي لها بعد اذنك. ليلى خالد بجد دلوقتي مش وقت اي حاجه. ايه يا ابني؟ 60 مست كول في ايه؟ في مشوار. في مشوار يا خالد، مش هينفع اقول لك انا فين. ايه؟ يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب هي فين دلوقتي؟ طب اقفل اقفل، انا هتصرف. سلام. ايه في ايه؟ ساره اتضربت بمطوه تحت بيت ليلى ونقلوها على المستشفى. طب دلوقتي المستشفى متراقبه، ومين قال لك الكلام ده اصلا؟ خالد لسه قافل معايا، هو اللي قال لي. خالد انت بتكلم خالد ليه؟ يا اخي ما كلمتوش، هو اللي كلمني. وبعدين ما تخافش ما قلتلوش حاجه، وشيله بقى من دماغك. بقول لك مراتي في المستشفى وانا هروح لها. روح روح روح. يلا، هو ما حدش فينا فاهم احمد؟ كلنا كنا معميين؟ ايه لا ليلى مش كده، اهدي اهدى. ده انا بسببه هضطر ابيع كل حاجه يا طارق، انت فاهم يعني ايه؟ شغل ابويا اللي فضل طول حياته بيبني فيه هرميه بسببه. والحل التاني اللي قدامي ان انا ارجع لخالد. ارجع لخالد؟ انت مقتنعه بالكلام ده ولا عايزه تنقذي نفسك؟ طارق انا ما بقتش عارفه المفروض اعمل ايه. اعمل ايه؟ ليلى انا هنزل الشارع تاني، عايزك المره دي تكوني معايا، ينفع؟ خلي بالك من نفسك يا طارق. وانت كمان خلي بالك من نفسك. انا لازم امشي دلوقتي، عايز اجيب الجورنال، نفسي اعرف ساره هتكتب ايه بكره. تفتكر هتكتب حاجه؟ اكيد هتكتب حاجه، اكيد. خلي بالك من نفسك. يا محمد ما نزلتش ليه؟ ماما انا لقيت الورقه دي محطوطه جوه الاجنده دي، مكتوبه بخط احمد، بس فيها كلام انا مش فاهمه. بيقول انه ورط نفسه مع ناس كده وداخل في موضوع الكم. فين بقيت الورق ده؟ الورق ده اخده ظابط اللي اسمه شريف من فتره وما رجعهوش. رايح فين يا محمد؟ رايح له المكتب، الورق دي فيها كلام مهم جدا. طب استنى بس فهمني يا ابني، يا ابني تعالى فهمني. انا مش فاهمك، انت محسسني جابها هجان ولا فاهم اي حاجه. انا عارف الحزن القديمه ام بكر، انما دي مش فاهم فيها اي حاجه، كلها ارقام. ما اعرفش يا طارق بقى اتصرف لو سمحت. طب انت جربت قبل كده؟ جربت 3 مرات. جربت عيد ميلاد ابوه، جربت عيد ميلاد امه، جربت عيد جوازنا. طب ما انت عارفه ان خالد بيحب نفسه، جربت عيد ميلاده؟ اكيد مش هيبقى بالغباء ده يا طارق يعني. ما نجرب يا ليلى، فيها ايه؟
كام؟ 1978. طارق دي صورة مش أصلي. الورقة بتسجل باسمي خالد وقاسم. إيه؟ خالد وقاسم. الورقة بتسجل بتاريخ 15/11 السنة اللي فاتت. ليلى افتكر معايا. خالد ما سافرش قبل الميعاد ده. قبليها بكتير. قبليها بكتير. قبليها بكتير. خلاص يا رب. شوفي مين. سجل باسمي وده حقي. طب وقاسم اسمه جه معاك ازاي؟ عشان اكس اخويا طارق ما ينفعش ابيعه، ولو كنت عاوز اعمل كده من الاول كنت عملت وقت الحادثه. بتفهموا بقى في ايه؟ انتوا ليه مش مصدقيني؟ ليه محسسين انا المجرم؟ انا الكب بتاعك وبتاع اسم وهناخد حقنا. سيبك بقى من حقك وحقنا، انا عايز اعرف حاجه واحده بس. انت جيت مصر قبل كده؟ ايوه جيت. وما قلتش ليه؟ ما كانش ينفع النيابة تعرف حاجة زي كده. أنا جيت لما عرفت قاسم ناوي يعمل حاجة غلط. رحت وقلت له حسام هيبيعك وطلعك بره الموضوع. وطلبت منه إن يسجل الفكرة باسمنا. ليلى أنا فعلاً بحبك. أنا لما سافرت بره مصر فعلاً حسيت بقيمتك. مش عايز أخسرك. نالو. ايوه انا جاي لك في الطريق دلوقتي. سلام. ممكن بعد اذنك الورق بتاعي؟ ميرسي. ليلى ما توجعيش دماغك وتفكري كتير، هتتعبي. هتيجي معايا طارق ولا لا؟ خلي بالك على نفسك، لو عاوزت اي حاجه كلمني انا موجود. ايه يا فندم؟ الورقة دي طلعت تفيد حضرتك؟ أوي أوي يا محمد. يا حسن، أنت تعرف عزت فين؟ أنا عايزه فوراً. يلا مع السلامة. الدنيا كده بقت أوضح بكتير. الراجل اللي كان يقابل أخوك يا محمد هو أكيد اللي قتله لما رفض أخوك يكمل مشروع مخدرات. يعني احمد اخويا برضه طلع متورط في القصه دي؟ جايز. لا اقعد اقعد. المهم احنا نعرف دلوقتي مين اللي عمل فيه كده. ماما وبابا اخبارهم ايه؟ تمام كويسين الحمد لله. احسن شويه. ماما ابتدت مشروع صغير كده من البيت. والله؟ والباشمهندس بابا؟ ربنا يستر بقى. بابا اصلا ناوي يرفع قضيه على ترابيلي تاني. عايز ارجع الارض بتاعته بتاعت البحر الاحمر. انت خايف يا فندم؟ احنا بقينا كل ما بنطلع من مصيبه بنخش في مصيبه تانيه. كمان بصراحه في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها. اللي بقى يحصل في موضوع احمد اخويا الله يرحمه دلوقتي وبيحصل في الشارع يقلق قوي. اتفضلي يا مني. متشكرة. في حاجة في العقد؟ لا أبدا، من كتر ما فيهوش حاجة حاسة إنه طالع من عندي في المكتب، إن جابر اللي كاتبه. تخيلي كان يبقى شيء جميل جدا لو الأستاذ جابر معانا في القعدة دي. علشان هو اللي كتب العقد؟ أنا اللي قلت له ما يجيش.
عشان خاطر ما احرجكش. لا في الحقيقه انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه. بقول لك ايه يا شوقي ولا جمل ولا اللي مشغلك، مش فارقه، انا فاهمك قصدي كويس. انتوا ضحكتوا على احمد قاسم ودخلتوه معاكم موضوع الموتوسيكلات والمخازن والمخدرات، وعشان كده عايزين تشاركوني في التوكيل، ولما هو قرر يقول لي انتوا قتلتوه. فهمت؟ بتموتي في التحقيقات. مدام ليلى، اذا كان عندك اي اتهام لازم يبقى فيه دليل، او على الاقل تقدري تثبتي الكلام اللي انت بتقوليه. زي ما انت شايفه انا مجرد وسيط، وانا ما بعملش شغل مع عصام مصر، وبالذات اللي قتلوا احمد قاسم. احمد قاسم تاجر المخدرات؟ ما تقولش عليه تاجر مخدرات، ولما تجيب سيرته تترحم عليه، ولا انت هتكذب وتصدق الكذبه بتاعتك. روح بلغ اللي مشغلينك ان انا مش همضي العقد بتاعه. مدام ليلى، الظاهر انك ما بتتعلميش من اللي بيحصل لاصحابك. اوعى تفتكر اللي حصل لساره هانم مجرد صدفه او غلطه او حصل خير، لا، دي كانت قرصه، قرصه وصح. انت اتقرصتي قرصه قبل كده، اللي جاي سوري انا ما اضمنوش. عايز تشوف ايه وأهم الناس. ايه يا اسطى واقف قلب الطريق كده ليه؟ لا مؤاخذه شكلها كده البطاريه وقعت ونامت. بقول لك ايه، ما هو في مكانك وما تزعلنيش منك. الله، ايه يا ابني ما تخلص عشان نشوف اكل عيشنا. في ايه؟ اخلص. ايه يا اسطى في ايه؟ وبسلمنا على امك يا محبوح. شيلوا مالك اورك؟ شيل مين؟ اشيل الناس دي كلها. اخلص يا ابني، بني ادم كان بوق وانا اللي كهربته. اخلص يا ادي دخلت لك الميه وشويه شغل لك الكهرباء عشان تعرف ان انا احسن من الحكومه اللي انت شغال معاها. كده تبقى حفرت قبرك بايدك يا حسام المصري. ليه بس؟ ده النهارده جايه بصيتك وادلعك وزغزغك. كهرباء يا ابني، كهرباء. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ واحده كده في الهادي، مين اللي قتل محمد رجب؟ معرفش. مين اللي قتل محمد رجب؟ بقول لك معرفش. طيب واحدة كده جايز تعرف. مين اللي قتل محمد رجب؟ أنا اللي قتلته. ومين اللي قال لك تعمل كده؟ معرفش. معرفش اسمه. يعني مش القناوي ولا شوقي حسين؟ لا معرفش. طب كده تعرف ولا لا؟ هم قالوا لي ان الباشا هو اللي طلب كده. مين الباشا ده؟ انا معرفوش، انا بنفذ الاوامر وبس. وهم اللي قالوا لك بقى تخطف ابن ضابط شريف، مش كده؟ شوقي حسين وقناوي هم اللي قالوا لي. معلش اخر واحده، عشان كنت دخلت لك الميه والكهرباء يبقى فاضل لك انغاز. خلاص بقى، ما انا اعترفت لك بكل حاجه. معلش واحده بس عشان الباشا. يا كوركا قور يا باشا. صور يا كوركا. اديله. يا حاجة خير؟ عايز الغى بقى دي يا حاجة. انت عايز حاجة ايه؟ انا الحس يا ابن المجنون. افتح الباب، البيت مترعب من كل ناحية. مش شايف انا لابس ازاي؟ انت نفسك ما عرفتنيش. تعالى عايزك. خش. بقول لك ايه؟ انا عايزك زي ما عملت البتاع اللي على الفيسبوك ده باسم احمد قاسم تنزل الفيديو ده في مصر كلها. عليه ايه الفيديو ده؟ ده عليه بحبوح بيعترف ان هو اللي قتل مودي، وان القناوي وشاوي بيحركوه لحساب حد تقيل. جبته منين؟ عيب عليك. انا خطفته وكهربته وصورته لك فيديو بالصوت والصورة. طب بحبوح ما قالكش مين الراجل ده؟ ما اعرفش. هو دايما بيسمع القناوي وشاوي بيقولوا له الباشا الباشا الباشا، بس الباشا مين بقى بالظبط ما يعرفش. وعلى فكره كان في حاجه كمان حصلت. عمر بن الضابط شريف كانوا خاطفينه عندهم في الاسطبل. وعملت ايه؟ هعمل ايه؟ كنت هدخل اجيبه عشان يمسكوني؟ سبت العيل الصغير؟ هعمل ايه يا طارق؟ ما لو دخلته كان هيمسكوني. بقول لك الكلام ده لازم يوصل لشريف. يا سلام، اروح لشريف واقول له عشان يمسكني؟ مسكك ايه يا اخي؟ اعمل حاجه صح في حياتك مره يا اخي. ما تعمل انت. اعمل انا كل حاجه انا؟ ما انا شايلكوا بقالي كتير.
مين شايلني انا؟ مين حاسس بيا؟ كدبت عليا ليه؟ ما قلتليش ليه نزفت مودي كان متجوز امك؟ وما قلتليش ليه كنت متجوز عرفي؟ فرح كنت متجوزها عرفي، ما قلتليش. مخبي عليا ده كله ليه؟ احنا مش اخوات؟ يا عم كفايه بقى، ارحمنا انا فيا اللي مكفيني. اقول لك ايه يا طارق؟ اقول لك ان امي بهدلتني وخلت ابويا ما اعترفش بيا؟ اقول لك ايه؟ اقول لك انت متجوز عيل اصغر مني؟ يا اخي ارحمني، ارحمني، سيبني اللي زعلش مني يا صاحبي، بس اللي حصل ده علمني حاجات كتير. كنت بحاول احمي امي واحمي نفسي، كنت بحاول اثبت لكم كلكم ان انا كويس مش وحش، كنت بحاول ارجع حق احمد قاسم. معلش يا صاحبي، وعلى فكره انا مش متجوز فرح ولا حاجه. ايه؟ زي ما انت سامع مش متجوز فرح، دي ورقه ضربها لي واد كوركي عشان اهدد بيها محمود طرابيلي مش اكتر. امال اللي بطنها ده ابن مين؟ مش ابني طارق، وعمري ما اعمل حاجه في حد حصلت فيا قبل كده، متاكد كمان ان هو مش ابن احمد قاسم يا طارق. بالله على السلامه يا مجنونه. شفت؟ مش قلت لك؟ كان قلبي حاسس انها مش هتخلص بيا على خير. بس لاخر لحظه كان عندي امل اني اتفاجئ. تتفاجئي؟ تتفاجئي اكتر من كده؟ قاسم مات، وحسام هربان، وكريم في السجن، وساره، ساره ابنها اتقتل قبل ما تولده. مش عارفة كل ده حصل ازاي، لغاية دلوقتي مش قادرة اصدقه. لازم تصدقي يا فرح. تصدقي ايه؟ فرح مين ابو الولد؟ ما تخافيش يا فرح، انا معاكي. وعلى فكرة انا كنت طول الوقت معاكي هنا. انا كنت بحس بيك أنا آسفة، آسفة بجد. مبقاش ينفع الأسف يا فرح، مبقاش ينفع. فرح وين أبو الولد؟ اتكلمي. خالد، خالد هو السبب في كل حاجة حصلت. هو اللي كلمني أول ما وصل وطلب إنه يقابل قاسم. إكس يا جامد! إيه ده يا ابن اللعيبة؟ شفت الفاجأة دي؟ وعيشتك صح؟ أنت دخلت مصر إزاي؟ باسبور أصلي مجري، جري جوف معرفش. سيبك يا معلم، أنت أخبارك إيه وأخبار الشغل إيه؟ لا ده أنت فايتك كتير. أقعد أقعد. إزيك يا فرح؟ ده أنا وحسام شغلنا الكام؟ هو كالعادة أبويا قافش عليا، بس المرة دي عنده حق. إشمعنى؟ الظاهر إني كنت غلطان لما شاركت الترابيلي. طبعًا غلطان. بتعرف ان المشروع ده بتاعي في الاول، وانت ركبت في دماغك شارف حسام الحرامي. فرح قالت لي على كل حاجه، قالت لي ازاي لعب عليها ولعب عليك ودخل ابوها في اللعبه. بس الحمد لله مال الحلال ما بيروحش. اكس الارض مكتوبه باسم فرح، مش كده؟ فرح قريب قوي هتكون مراتي. نعم. وليلى هتسيبها؟ جرايا اكس، انت مع اصحابك ولا مع شريكتك بقى؟ ليلى هي اللي سابتني اكس، وانت عارف كويس قوي وقالتها لك بعد 100 سنة. خلاص بقتش بتحبني، وانا خلاص بقيت بحب فرح. خالد انت عايز ايه بالظبط؟ انت جاي لي لحد هنا عشان تقول لي على حكايتك انت وفرح؟ انا جاي لك هنا عشان تعمل الصح يا اكس. انا عاوزك تمضي ان الكامب دوت فكرتي، ده حقي، وانا اعرف مع حسام المصري اطلعه ازاي من الموضوع، وانا وانت وفرح نطلع بالليله كلها. انا مستحيل اعمل كده في حسام، مش انا اللي بيا اصحابي يا خالد، وانت عارف كويس. جرايا اكس بلاش بقى تبقى عبيط. فرح اتلمي. ركز معايا اكس، مش انا اللي ببيع، انا بشتري اصحابي. بدليل الموتوسيكلات الصيني، انت والهانم ليلى صرفت كل فلوس على حسابي. حسابك ايه وموتوسيكلات ايه؟ انا الليله دي واخدها كلها من الواد مودي. ومودي ده يا حبيب قلبي، مين اللي بيظبطه؟ مش انا؟ طيب طالما كده بقى يبقى ليلى لازم تعرف. ما هي طبعا حبيبه القلب ليلى. روح قولي ليلى.
ويا ريت كمان بقى تقول لها بقيتوا تجار كوكايين واكس سي. كوكايين انت اتجننت؟ فوق يالا انا فوقت. انا اللي فايق يا اكس، انت اللي نايم بقالك كتير. كنت عارف هتقفش على موضوع الكام، وكنت عارف كمان مش هتدور ورا مودي، بس انا طلعت اصيع منك يا اكس. مش انت كنت بتقولي بجيب الكوكايين بتاعي منين؟ من مودي يا اكس. بس بقى كبرنا الموضوع ودخلناك انت وطليقتي عشان تبقى تتعلم تخلع جوزها، وانت تتعلم ما تبيعش واحد صاحبك. فاكرني كنت هسيبها لك كده؟ سبتها لك. خد ليلى، بشوف بقى هتلبسك في ايه. لا انا موتك فيها دي. بس امشي يا اكس. بس هتمضي وهاخد الارض منك. واقول لك حاجه احلى كمان، ليلى هتبيعلي التوكيل. ما بتخلصش كده يا خالد، انت عارف كويس. استنى نخلص انا وانت بينا وبين بعض. وحياة امي ما هسيبك. كل ده عشان ايه؟ عشان المخدرات؟ عشان ليلى؟ خالد خلاني اسافر ورا اسم الكام، كان عاوزني اضغط عليه. بس ليلة الحادثة قاسم كان واخد قراره خلاص، كان راجع يقول ليلى الحقيقة ويكشف لابويا كل حاجة. شفت؟ شفت صاحبك اللي انت بتدافع عنه بيكلمك ازاي؟ بقول لك ايه، سيبك من حسام دلوقتي وركزي معايا. انا هرجع مصر هقول ليلى على كل حاجة، وهقول لابوكي كمان. انا مش هكمل معاكم في لعبتكم الوسخة دي. جراي اكس، هو انت اتجننت؟ عاوز تفضحنا؟ فرح، انا احمد قاسم، انت عارفاني انا بعمل الصح. الغلطة الوحيدة اللي في حياتي اني صدقت ان خالد ده ممكن يتغير ويبقى راجل. بس خلاص بقى، ما عادتش فارقة. انا مش هعمل كده في نفسي ولا في ابويا، يحصل اللي يحصل. انت هترجع معايا، انا مش هسيبك. وما تفتكريش اني ورطك، انا هشهد ضده. انت مالكيش ذنب في حاجة. ما تخافيش. يلا، انا جاهز الموتوسيكل وانت حصليني. ايوه خيرت اكس، عاوز يمشي. معقولة يا فرح انت تعملي كده؟ انت تعملي كده في قاسم؟ والله ما كنت اقصد، ما كنتش اعرف انه هيقتله. كنت فاكره ايه؟ كنت فاكره يعني ايه؟ ها؟ انت ما كنتش بتفكري غير في نفسك انت وخالد. فكروا في نفسكم بس. وهو فين خالد؟ سابك ومشي زي ما الكل بيسيبك وبيمشي. طارق عشان خاطري سامحني، اوعى تسيبني انت كمان، اوعى تسيبني عشان خاطري، ما تسيبنيش لوحدي. سامحني، انا اسفه. ربنا هو اللي بيسامح يا فرح، ربنا هو اللي بيسامح. خسارة طارق، 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 أنا آسف، أنا آسف، ما تسيبنيش طارق، يا طارق، سيبنيش. انتهز الفرصة والمناسبة. طب ما تعالي شوية نشوف بيقولوا إيه. طشوا الشباب. إيه وأنت مش عارف هو بيقول إيه؟ وعارف منين يعني؟ يا سلام. ممكن مش ده صاحبك؟ مش دي شلتك؟ شوقي وجابر والقناوي، مش دول رجالتك يا باشا؟ ايه رايك؟ عجبتك ها؟ خالد انت مريض، انت نصاب وحرامي وقاتل. انا ما عملتش كل دوت من فراغ، عملته علشانك. عشاني؟ عشاني اتولع في التوكيل بتاعي؟ عشاني تقتل قاسم؟ عشان تدخلني قضيه مخدرات؟ انا عشانك ممكن اعمل اي حاجه، ممكن اولع فيكي، في نفسي، في طارق وكريم ومراته. صدقيني انا ممكن اولع في مصر بحالها. ممكن ليه لا؟ بس انت مش عاجبك اي حاجه، ولا عاجبك الظابط اللي انت خطفت ابنه، مش كده؟ برضه خطفت ابنه علشانك، عشان نكون سوا. ايه ده؟ هو ما قالكيش؟ ما قالكيش بيدور عليا ليه؟ ما قالكيش اخذ القضيه ليه؟ يخيبك يا خالد، مدب كده طول عمرك.
شريف بيه ده ولا فرق معاه سعادتك ولا احمد قاسم ولا المخدرات. هو عاوزني انا، عارفه ليه؟ عشان انا اللي خبطت مراته بالعربيه وقتلتها. ليلى انا فعلا بحبك، والله العظيم بحبك. وفرح وابنك اللي في بطنها. فرح؟ فرح مين؟ قصدك على فرح الطرابيلي؟ في حد يزعل على فرح الطرابيلي؟ طب تصدقي بقى فرح الطرابيلي دي انت مني 100 مره. تصدقي ايه اللي حاطط الكوكايين لقاسم؟ حرام، في حد يعمل كده في قاسم؟ وساره يلا مش مشكله، اتفضلي امضي. ده عقد بيع التوكيل اللي حضرتك ما مديتيش عند شوقي. اتفضلي. مش همضي يا خالد. لا هتمضي. مش همضي يا خالد. هتمضي. مش همضي. قلت لك هتمضي. اقعد امضي. امضي. هو انت مضيت احمد كده؟ ايه احمد ما مضاش، انا اللي مضيت مكانه. ما خلاص مات مش فارقه، بس طلع ناصح كتب نصيبه لاخوه. بس اخوه هيروح مني فين؟ ده انا خالد يا لولا. امضي. مش همضي يا خالد. بقولك امضي امضي امضي. برافو شطوره يا لولا، برافو يا حبيبتي. ما تنسيش بقى تروحي معاهم الثوره. سلام. انا مش هسيبك. اسكتي بقى. أنا وخالد، أنا وخالد اتقابلنا في لندن، وساعتها عرف كل اللي حصل بيني وبين حسام، وعرف كمان إن حسام دخل مع إكس في الكامب. بس هو لما كلم اكس قال له ان حقه لسه موجود في المشروع. امال ايه اللي خلاه يزور امضته على عقد الشراكه؟ خالد كان عاوز كل حاجه لنفسه. في الاول كان عاوز يخرج حسام، وبعديه قاسم، وياخد كل حاجه. كملي يا فرح. اللي فهمته بعد كده انه معاه شركة من بره. من بره فين؟ من بره فين يا فرح؟ رد على السؤال. سكت ليه؟ كنتوا عايزين تبيعوا مصر النيل. شريف اسف كملي. انا ما اعرفش مين الشركة اللي معايا، بس هو طلب مني إن أرجع مصر، وإنه أكون جنب قاسم لغاية ما هو يرجع. وبعديها هو رجع بكام شهر كده مصر بباسبور مزور، وطلب مني إني أرتب ميعاد مع قاسم في سقارة. خالد نشأت فين دلوقتي يا فرح؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ بعد كل اللي عملتوه سوا ما تعرفيش هو مستخبي فين؟ شريف لو سمحت، خالد نشأت فين يا فرح؟ قلت لك ما اعرفش، ما اعرفش هو فين. امال تعرفي ايه؟ تعرفي تشمي؟ تعرفي تبيعي مخدرات؟ تعرفي تحرقي قلب اب وام ما لهمش ذنب؟ هو ده اللي تعرفيه؟ شريف من فضلك لو سمحت استناني بره لحد ما اخلص التحقيق. ما تنسيش ان خالد حاول يقتلك يا فرح. انا مش عاوزة كده، انا مش عاوزة حد يجيب لي سيرته. حرام عليكوا كده، كفايه كفايه بقى. اهدى اهدى يا فرح. ها نطقت؟ البنت فعلا ما تعرفش مكانه، بس هيروح من هنا فين؟ هنجيبه هنجيبه ما تقلقش. هو والشركه بتوع بره اللي فرح بتقول عليهم. انا ما
متاكد انه خالد نشأت هو فرح كانوا هيبيعوا الارض زيه زي ابوه. اصل الحكومه القديمه دي كانوا هيبيعوا البلد قطاعي. دي ناس تستاهل الشنقه في الميدان. يا شريف في قانون وفي محكمه هي اللي هتشوف حق الناس وحق البلد، مفيش داعي ترمي التهمات على حد. وبعدين انت في ايه ولا في ايه؟ انا سامع انهم بيعملوا عندكم حركه تنظيف جامده جدا. الكلام ده كان لازم يحصل من زمان. اللي خلى الموضوع يوصل لحد رشوه الضابط والامنه في حادثه احمد قاسم يبقى اكيد كان في لعبه كتير. بس خالد نشأت دفع فلوس عشان يقتلوا احمد قاسم. وحكايه نجر والمخدرات دي كلها كذب في كذب. ربنا معاك يا شريف. يا رب. عايزين الداخليه تشد حيلها وترجع للناس مش للنظام. انا استاذن بقى وتاني مره ما تبقاش تطب على التحقيق كده. انا اسف. شريف باشا، ممكن اعرف سعادتك هنا بصفتك ايه؟ صديق. صديق؟ صديق لاحمد قاسم وحسام المصري اللي حضرتك بتتهمهم انهم هم السبب في اللي حصل لبنتك، رغم انه بنتك السبب في اللي حصل لهم. شريف باشا، بنتي مش هتخش السجن. اوعوا تفتكروا اللي انتوا بتفكروا فيه ممكن يحصل. بنت محمود الترابيلي مش ممكن تدخل السجن. شوف يا محمود، انا لو مكانك افكر في نفسي قبل بنتي. اصل السجن اليومين دول بيلم. في مشكله في الشبكه النهارده. انا اذنك. صاحبك عمال يلعب في الموتوسيكلات كلها من ساعه ما جه، انا ما بعرفش اتعامل معاه. اتفضلي بقى اتصرفي معاه. سيبيني. ايه يا حميد، وعايز موتوسيكل جديد؟ لا لا، موتوسيكل جديد ايه؟ انا كنت جاي عشان ارجع لك الموتوسيكل. ترجع ايه؟ يعني ايه؟ بصراحه يا ليلى انا معيش الفلوس اللي انت دفعتيها لنا فيها. بعدين انا مش هقدر اخده منك كده. انا لما عملت كده كان نفسي بس اعمل حاجه طاقه في حياتي، اتغير شويه. احمد الله يرحمه ما كانش عايز يركبني الموتوسيكل، ولا بابا ولا ماما. بصراحه كمان انا كنت حاسس ان ده كان ممكن يغير فيا كتير، كان هيفيدني. بعدين انا مش هينفع اخده منك من غير ما ادفع ثمنه. محمد انت بتتكلم في ايه؟ الموتوسيكل ده اساسا بتاع اخوك، وبعدين انا ما كلفنيش اي حاجه ان انا اصلحه، عملته كله هنا عندي. ايه بقى؟ ممكن اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش هيبسطني ان انا اشوف اي حد سايق الموتوسيكل ده غيرك. ليلى، هو انت واحمد كنتوا اصحاب يعني بس ولا ولا في حاجه ثانيه؟ انا عايزه افهم ليه كل الناس تسالني السؤال ده. كنا اصحاب بس. كنا اصحاب عادي. عمرك ما شفت بنت ولد اصحاب عادي زي الولاد كده مفيش حاجه؟ لا اديك شفت بس متاخر شويه. انا بس حاسه ان انا ظلمته قوي الفتره اللي فاتت، شكيت فيه. يا رب يخليه يسامحني. يا رب ربنا يسامحنا كلنا. صحيح انت هتعملي ايه في موضوع التوكيل ده؟ لا ما تقلقش، المحامين قالوا لي ان مفيش اي حاجه، ان الامضه القهريه دي مش هتتحسب، وان التوكيل بره مش هيرضى، ولازم يرجعوا لي ويرجعوا للبنك. حوارات طويله كده بس قشطه، تم السيطره على الموقف. انا كنت بفكر في حاجه عايز اعملها. ايه؟ انا عايز اقف. تعرف لو باباك هيوافق ان انا اقف اساعدكم يعني في موضوع الارض؟ ساعديه ازاي؟ اعتبرني انا بدل البنك، بدل ما تاخدوا قرض من البنك انتوا هتاخدوا مني انا فلوس وترجعوها لي بس من غير فوائد. مش عارف بابا ممكن يوافق على حاجه زي دي ولا لا. مش عارف محمد، انا بجد محتاجه الموضوع. انا حاسه ان انا ظلمت احمد وعايزه ارجع له شويه من الدين بتاعي. اتكلم مع ابوك. حاضر هتكلم معاك.
يلا. ايوه يا ناوي. لا لا انا لسه هناك. هتحرك كمان شويه. لا لا خلاص ظبطت كل اموري. هعرف اخلع من هنا. يعني اعمل لك ايه يعني؟ شايفني اقدر اعمل اي حاجه؟ كنت تعرف ايه؟ كنت عرفت اطلع ابويا منها. اعمل عبيط يا ناوي، اعمل عبيط. ما انت اول مره تعملها يعني؟ عملتها مليون مره في 60 داهيه. اتحروا كلكم. اللي عاوز يسافر يسافر، اللي عاوز يقعد يقعد. خلاص البلد باظت. الأرض اللي قتلتني علشان ده أنت كمان طلعتني قدام الناس تاجر مخدرات. مش عارف ليه مش عايز تصدق إن كان في ناس بتحبك بجد، ناس مستعدة تعمل أي حاجة علشانك. ليه عملت كده؟ ليه قتلت كل الناس اللي بتحبك؟ ولعت في نفسك وفي أصحابك وفي البلد كلها. مبسوط أنت في الأرض لوحدك؟ الأرض بناسها، بأهلها، باللي كان بيننا واللي كنا هربنيه سوا. يا خسارة كانت، هديت كل حاجة. قتلت أخوك ليه؟ قتلت حبيبك وحبيبي ليه؟ هان عليك يا خالد. أخوك اللي كان بيلعب معاك وهو صغير، كنت لما تقع يجري عليك ويشيلك. إيه يا خالد هان عليك؟ وانا امك، احنا اللي ربيتك يا خالد. هونت عليك، هونت عليك يا خالد. تاخد ابني مني اخوك. فاكر انت صغير يا خالد لما كنت اجري عليك واخدك في حضني وطبطب عليك وملس على شعرك؟ فاكر لما كنت أكلك في بقك؟ فاكر كل ده يا خالد؟ قتلت حبيبك ليه يا خالد؟ قتلته ليه؟ ليه يا خالد؟ ليه؟ هان عليك. اسف اسف
قتلته يا خالد؟ هان عليك الأهل اللي كانوا أهلك؟ شاركت أبوه وسرقته الأرض وقتلته؟ ليه عملت كده؟ ليه بتأذي أصحابك؟ أنا كان ليا أصحاب، أنا عمري ما كان ليا أصحاب، عمري ما كانش ليك صحاب؟ ده احنا كلنا كنا واحد، كلنا كنا بنحبك، بس انت اللي عمرك ما حبيتنا ولا عمرك عرفت تحب حد. انت قتلت ابني من قبل ما اشوفه، وعلى قد ما انا حاسس انك لازم تموت، على قد ما انا مش قادر اشوفك كده دلوقتي. لو مراتك كانت قفلت بقها كانش حصل اللي حصل. انت حبيتني؟ ايه؟ سرقتني ودمرتني وحرقت قلبي، انت خنتني، معقولة تكون ما حبيتش حد غير نفسك؟ قتلت قاسم، قاسم مش مجرم وانت مش بريء. عايز تقتلها زي ما قتلت مراتي. قتلتهاش، دي حادثة. قتلتها؟ ما قتلتش، دي حادثة. انت سرقت البلد كلها وقلت عليا نصاب، مع ان انا عمري ما خنت ولا بعت واحد صاحبي. المكان ده كان حلم يا خالد، حلم ان الكليه مكان يجمعني وسط الناس اللي بحبهم، ومتهيألي ده حقي. انت اخدت مني كل حاجه، اخدت امي وصاحبي وارضي، وريت اخدتني معاهم. عرفت دلوقتي مين فينا الحرامي؟ حرام في بقنا ازاي؟ كنت فاكر نفس السنين اللي فاتت دي كلها بحارب الفساد والحرامية والقناوي، تريني بحاربك انت، صاحبي، صاحبي اللي كان قاعد معايا في بيتي زيه زي اخويا بالظبط، زي اخويا بالظبط. معقولة كنت اعمى؟ مش شايف حاجة قصادي؟ مش مصدق نفسي. حتى فرح، فرح عرفت تقلبها شيطان، قدرتوا انتوا الاتنين تقتلوا. تقتلوا مين يا خالد؟ صاحبك، صاحبك اكتر واحد كان بيحبك انت، كان بيحبك انت اكتر واحد فينا كلنا. كان بيحبني انا، كان بيحبني انا.
الو كيف حالكم؟ لا 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 خليك حرق في الشمس. الشمس انتوا مش حرانين؟ جدا.